بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي لا يعرف المستحيل. تعالوا نفرح. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. الأهلي لا يعرف المستحيل، الأهلي قادر على قهر ما قد يظنه البعض مستحيلا. حلقة المهندس عادل قال لكم تعالى نفرح، وقبل ما نفرح خلينا أقول لكم فيها أبرز العناوين. إدارة الأزمة بين الحماسة والمسؤولية. التأهل من رحم الصعاب. الألفة تصنيفه قبل الأوائل. بطل الدوري وموعد جديد مع التحدي. أصل الحكاية ورضا عبد العال من الألف إلى الياء. وأخيرا عندما تكون المفاجأة، الأهلي ليس بطلا للدوري. ده محتوى الحلقة اللي جاية في توقيت مهم جدا، يمكن بداية فقراتها. بالطبع حديث اللحظة حديث الساعة، إدارة الأزمة بين الحماسة والمسؤولية. باشمهندس شوف، دايما الأزمة المسؤولية بتاخدك أولا كيف تتفادى الأزمات. طب حصلت أزمة كيف تعالجها وتخرج بأقل الخسائر. ثم حسابات المستقبل، دي مسؤولية إدارة الأزمات، ما تخرجش عن الكلام ده. ولذلك النادي الأهلي لما كان بيتقال النادي الأهلي دايما مخش في حاجة بيكسبها ليه، ما كانش بيخش غير في اللي هيكسبه. ايوه بالعكس. فما كان يدرس، ما بيلعبش في الخسرانة، ما بيلعبش في الحاجات اللي هو حقه مش محسوم فيها. بالظبط بالظبط. او الامر مش محسوم فيها، او مش واضح، او في امور خارجية قد تؤثر على قرار. فانت بتيجي يعني اقول لك حاجه، مثلا المشكله بتاعه الكابتن احمد حسن زمان من الامور اللي خسرها الاهلي النادره. ليه؟ لان كان في قرار سيادي فوق، احنا ما كانش ساعتها معمول حسابه. خلاص هو غير رايه ويبقى الموضوع هيتسوى كده. ده الاهلي خد عقوبه 10000 جنيه، واخد بالك؟ ولا خد عقوبه مش فاكر كام. فانا هو كابتن يعني انا مش بقول عشان ارجع لتفاصيل، انا عايز اقول ان احيانا انت لازم تبقى حساباتك بتتوخى. لو توغلنا هنا، ايه حسابات المكاسب والخساره الا اذا هناك امور لا تقبل المساومه. هنشوف هنا بالتحليل مش بالراي. مش بالتحليل. ما هو الموقف ولماذا كان موقف الاهلي هكذا؟ طيب، منذ قليل النهاردة تقريبا بعد الظهر أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا مهما بيعبر فيه، أو إحنا شايفين أنه هكذا تكون إدارة الأزمة بين المسؤولية والحماسة. الحماسة شيء، المسؤولية شيء. لماذا كانت المسؤولية، أو كيف كانت المسؤولية، ولماذا كانت الحماسة؟ هنا المسؤولية برضه، وكيف أديرت الأزمة؟ هنا المسؤولية أستاذ إبراهيم أحيانا بيبقى فيها بعد في الكواليس أنت مش شايفه، ده المسؤولين بس اللي شايفينه بيدرسوه. طيب، وبرضه هنيجي نشوف هي الكواليس كانت عباره عن ايه. طيب، كشف مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب عن اسباب عدم تقديم شكوى الى الكاف بخصوص الاحداث المؤسفه اللي تعرضت لها بعثه فريق الكره في السودان ابان مباراه الهلال في ختام دور المجموعات لدوري رابطه الابطال الافريقيه. جاءت الأسباب في بيان رسمي نصه كالآتي: يأسف مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الهلال السوداني الشقيق في دور أبطال إفريقيا التي جرت مساء السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، فقد تجاوزت مجموعات عديدة من جماهير الهلال السوداني كثيرا بحق الأهلي ولاعبيه. بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري، وقصفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة، ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب
ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي، ولولا التدخل الفوري لرجال الشرطة والجيش في السودان ونزولهم إلى أرض الملعب لحدث ما لا يحمد عقباه. تم استكمال اللقاء في أجواء ليس لها علاقة بالرياضة، فضلا عن إصرار جماهير الهلال الشقيق. استنى بقى، عايز الجملة دي ها أعلم كده عندها، ليس لها علاقة بالرياضة، وأنا شايف إن جزء من الأحداث ليس لها علاقة بالرياضة، بدليل إن في تخطيط للاقتحام. حد خد باله إن أول اقتحام كان في الدقيقة 72؟ 72 في ناس عايزة تحرك، لا، في أمور مالهاش علاقة بالملعب، أمور مالهاش علاقة بالمباراة، أمور مالهاش علاقة بإنك أنت مين أول ومين تاني ومين خارج. ده هي محاولة من بدري تم تغذيتها من هنا من البعض بالعمد، وهذا العمد في جزء منه عدم مسؤولية وجزء منه توجيه. توجيه لأن كان بيخدم أغراض غير رياضية. هما بيكلموا مين؟ اللي هنا اللي بيحرضوا، اللي هنا بيكلموا مين؟ اللي هناك اللي عايزين صاحب أصحاب الأفعال. أيوه. ولذلك تم القبض على العناصر. ده معناها إيه؟ إن الأمن رصد. كمل وبعدين هقول لك أنا شوية حاجات. فضلا عن إصرار جماهير الهلال الشقيق على عدم مغادرة ملعب المباراة بعد نهايتها للتربص بلاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومحاولة الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة الملعب بناء على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال. كل هذا وقد حدث. لحظة خلينا عشان إيه؟ إجبار البعثة بتكلم على عدم المغادرة. جزء من هذا إصرار الكابتن محمود الخطيب إنه ما يخرجش لوحده ومع فرقته. لازم أنا وجماهيري. أيوه. وهنرجع له. الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة ملعب المباراة بناء على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال. كل هذا وقد حدث على مسمع ومرأة من الجميع، ونقلته الشاشات، فضلا عن المادة الفيلمية التي حصلت عليها بعثة الأهلي والتي ترصد كل هذه التجاوزات المؤسفة التي وقعت لأسباب غير معروفة. تاني الأسباب ملهاش علاقة بالرياضة، أسباب غير معروفة. أنا موافق على الكلام ده، يعني في دقة في صياغة. لذلك بيقول مجلس إدارة النادي الأهلي في بيانه، لذلك قام مجلس إدارة النادي خلال الساعات الماضية بدراسة كل ما تعرض له فريق الكرة في رحلة السودان، واستطلع كل ما جرى من خلال الشاشات أو مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها، وتيقن أن كل ما حدث يخالف بل ويناهض قواعد ولوائح الكاف، قبلها العلاقة الوطيدة بين الناديين، ويضع نادي الهلال وجماهيره تحت طائلة العقوبات القاسية. اللي حصل، يضع الهلال وجماهيره تحت طائلة العقوبات القاسية، وهو حق أصيل للأهلي ولاعبيه الذين تعرضوا لتجاوزات واعتداءات غير مبررة. لكن بيقول بيان الأهلي، لكن مجلس الإدارة وهو المنوط به الحفاظ على حقوق النادي، والذي لم يفرط ذات يوم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق الأهلي في كل زمان ومكان، قرر الأهلي، مجلس إدارته قرر عدم تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحق نادي الهلال وجماهيره. ليه؟ لعدة اعتبارات يعتز بها الأهلي ويضعها أولوية دائمة قبل الفوز ببطولة أو بنتيجة مباراة، وهي الاعتبارات اللي الأهلي حاططها قبل الفوز بأي بطولة. أولا، تقديرا واحتراما للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك في الأحداث المؤسفة التي جرت في أم درمان. ثانيا، تثمينا للجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني
مهم، الذين يستحقون كل التحية على دورهم الكبير في تأمين بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة هناك. ثالثا، الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تابع الأحداث ويقوم بتطبيق النصوص اللائحية. ده طيب بيان مجلس إدارة النادي. ومعنا على الهاتف السيد السفير خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة. معالي السفير، أهلا بسعادتك. أهلا وسهلا ومساء الخير. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. وعليكم السلام، يا مرحبا يا هلا. معالي السفير، كيف قرأت بيان النادي الأهلي اليوم؟ أولا أتقدم بالتهنئة الحارة لفريق ونادي الأهلي العظيم بالفوز، وأتمنى له مزيد من التقدم، وعقبال ما نبارك الكأس إن شاء الله لنادي الأهلي الحبيب. إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. الحقيقة سرني كثيرا أن قرأت البيان الذي أصدره النادي الأهلي. والذي يعبر عن المحبة العميقة للشعب السوداني وتقديره للرياضة، رياضة كرة القدم، واهتمامه بأن تكون الرياضة هي رسالة المحبة والوداد والتواصل. والحقيقة أثبت النادي الأهلي أنه النادي الكبير الذي له التاريخ عريق وماض تليد، وأنه فعلا نادي كبير. ونحن سعدنا بأن صدر مثل هذا البيان من النادي الأهلي. وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل للسيد رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ولكل الطاقم الإداري، ولجماهير النادي الأهلي، ولفريق النادي الأهلي على استضافته لفريق الهلال بالقاهرة وكرم الضيافة والاهتمام الشديد. وقد تحدثت قبل المباراة بأن السلطات في السودان إن شاء الله ستؤمن هذه المباراة، ونحن نعتذر ونتأسف لما حدث، وإن شاء الله السحاب الصيف عبرت وإن شاء الله ستعبر، ونتمنى أن تكون العلاقات بين الناديين الكبيرين دائما مثل وهذه العظمة بإذن الله تعالى. إحنا بنشكر ونثمن الجهود الدبلوماسية والجهود السياسية والجهود الأمنية التي واكبت هذه المباراة، وقدر الاهتمام الذي حظيت الاهتمام الرسمي يتحدث التي حظيت به بعثة النادي الأهلي، وحجم التأمين الذي كان ملموسا وأدى أن يخوض الأهلي المباراة في أرض الملعب وهو آمن إلى حد كبير، باستثناء طبعا أولئك الذين لا يريدون خيرا ببلادهم بالتأكيد. سواء هنا أو هناك. بالتأكيد. والحقيقة قد وجد هذا البيان الجميل الصدى الطيب في نفوس كل الشعب السوداني والجماهير السودانية الموجودة، والتي تكن الاحترام والتقدير لفريق النادي الأهلي، والذي يعبر عن العلاقة الحميمة بين شعبي وادي النيل، وإن شاء الله تتواصل هذه العلاقات في كافة المجالات بإذن الله تعالى. إن شاء الله، وكل الأمنيات للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرياضة السودانية بالازدهار. معالي السفير، كلمة سعادتك ايه للجماهير اللي هي خرجت برا الإطار الرياضي؟ والله مع الأسف هذه الجماهير لا تعبر عما كما 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 قال البيان، لا تعبر عن العلاقات الحميمة التي تربط بين شعبي وادي النيل. وأيضا أبشر جماهير نادي الأهلي بأن الشعب الذي خرج وتحدث في الفيديو مهددا تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المختصة، والآن يتعرض لمحاكمة عادلة جزاء لما قام به من ترويع لجماهير النادي الأهلي، والذي أحزننا كثيرا أنه لا يمثل الشعب السوداني بطبائعه الطيبة بأخلاقه الرفيعة. النادي الأهلي كان ضيفا عزيزا علينا في السودان، والحمد لله يعني مرت هذه اللحظات بالسلام. ونؤكد لجماهير النادي الأهلي أن هناك الكثير من العشاق لهذا النادي الكبير والعظيم في السودان، ونتمنى له كل توفيق وسداد، وإن شاء الله نبارك له يعني إحرازه لكأس هذه البطولة بإذن الله تعالى. البيان تحدث بالإضافة إلى حرص الأهلي على العلاقة التاريخية والحميمية بين مصر والسودان، عن العلاقة الخاصة كمان بين الأهلي والهلال، حضرتك كيف تراها؟ والله أنا أؤكد أن هذا البيان يعني يؤكد تماما أن النادي الأهلي نادي كبير، ويحترم العلاقة الوثيقة التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق الهلال السوداني. وقد حدثني سعادة الكابتن محمود الخطيب شخصيا أنه يكون العلاقات الحميمة
فريق الهلال وللعيبة الهلال وللعيبة السودان وللكرة القدم السودانية، له ذكريات جميلة مع عدد كبير من اللعيبة منذ فترات طويلة، ولذلك أتقدم له بالتحية والتهنئة وأكرر شكري وتقديري الكبير للنادي الأهلي رئيسا وإدارة ولعيبة وجماهيرا، وشكري أيضا يمتد للشعب المصري الكبير الذي قدر هذه الظروف، وشكرا جزيلا. وأنا في غاية السعادة أتحدث نشكر لمعاليك تفضلكم بهذه المداخلة، مع كل الأمنيات بمزيد من التقدم لمصر والسودان. شكرا. شكرا جزيلا لمعالي السفير خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة، وأعتقد أخذ عنده كلام. هذا التثمين والتقدير للموقف الذي ثمن به الأهلي هذه المبادرة. عايز أخذ من كلامه جملة هي مربط الفرس. هتوضح كل شيء، هتوضح لماذا هذا البيان. فوت الفرصة، سحابة صيف ومرت، سحابة ومرت على العلاقات، على الأحداث، على ما كان يراد بها. وإن الشعب السوداني كله يثمن هذه العلاقة، وهو ما أراده بالضبط مجلس إدارة النادي أن يفوت الفرصة. أسعد لحظة صدقني للمتربصين المحرضين الكارهين للنادي الأهلي، وهنا قبل أن يكون هناك. إيه هي؟ هنا أنا ماليش دعوة، هناك ده كورة، جماهير بتفلت هنا وهناك. ليه؟ لأن لو تصاعدت الأحداث في تملي، أرجع تاني أقول لك، في هدف عسكري وهدف استراتيجي. قد لا تحقق الهدف العسكري لكن تحقق الهدف الاستراتيجي، اللي هو إيه؟ إنك تخرج بعلاقات مدمرة بينك وبين كل من يحبك. فعلوها في تونس، وستتعافى بإذن الله هذه العلاقة بحكمة المسؤولين إذا أرادوا. هنا في إرادة، يا رب هناك تلتقي الإرادة ونتجاوز هذه الأزمة. والأهلي بيتعلم الدرس، لأن يا أستاذ إبراهيم البيان بيقول لك إيه؟ تم رصد جميع الأحداث. هو الاتحاد الافريقي هيتعامل معايا في الاخر مع تقرير الحكم في مكالمه. طيب اذا كنا شفنا اداره الازمه من قبل النادي الاهلي بهذا البيان المهم جدا، شفنا تعليق السفاره السودانيه في القاهره وعلى لسان السيد السفير خالد الشيخ القائم بالاعمال، فنشوف كمان السفاره المصريه في الخرطوم معالي السفير حسام عيسى. مساء الخير يا معالي السفير. اهلا يا فندم، اهلا استاذ ابراهيم، واهلا الباشمهندس عادل القيعي، والف مبروك للنادي الاهلي، ليس فقط التاهل ولكن المظهر المشرف والاحساس بالمسؤوليه والصوره الطيبه اللي قدمتها رئاسه النادي الاهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب في الخرطوم طوال فتره مصاعدهم، وليس ذلك فقط ولكن يعني اكتمل ذلك في البيان الرائع اللي طلع النهارده من مجلس اداره النادي الاهلي، ليثبت ان الاحساس بالمسؤوليه وبعد النظر والوطنيه هي من قطاع هذا النادي، وهي الدروس اللي الكل بيتعلمها في هذه الفتره وفي هذا الحدث المهم اللي شمل النادي الاهلي وشمل الكره المصريه والكره السودانيه. تسمح لي في البدايه انا عادل القيع معالي السفير ان انا اولا اشكر حضرتك وطاقم السفارة والدبلوماسية المصرية على الجهد المبذول والحكمة التي تم إدارة بها هذه المباراة، وحتى انتهت إلى ما انتهت إليه، وحقق الأهلي أهدافه وعاد سالما. يا باشمهندس، ده شرف كبير وسام على صدرنا، لأن النادي الأهلي هو رمز وأحد المؤسسات الرئيسية الصروح الكبيرة، ليست فقط الصروح الرياضية ولكن بالنسبة للمجتمع المصري كله. احنا تشرفنا بيكم، وانتم باخلاقكم وبانضباطكم وبمستواكم الفني لعبتوا دور مهم جدا، ليس فقط دور رياضي ولكن دور دبلوماسي لدعم العلاقات بين الدولتين. كنتم يعني نموذج لقوه مصر الناعمه، وكنتم ايضا نموذج لكل ما هو جيد وجميل وكل ما هو ناجح، ويعني كلنا فخورون بكم، وكان ليه تاثير كبير جدا، ليس فقط تاثير على المستوى الرياضي ولكن على المستوى الاعلامي والراي العام وعلاقات الدولتين
مكتمل بالبيان الرائع اللي طلع النهارده من اداره النادي الاهلي، اللي يثبت ان الكبير كبير، واللي يثبت زي ما قلت لحضرتك مجموعه من الحقائق والصفات. اولها الوطنيه، ثانيا الانتماء القومي للدول العربيه الشقيقه والدول الاخويه التي بيننا وبينها تاريخ وحاضر ومستقبل. ثالثا شايف الاحساس بالمسؤوليه ايضا واضح في هذا البيان. رابعا اخلاق الكبار. خامسا بعد النظر. ثالثا الاعتراف بالحق بالنسبه لما فعلته الشرطه والجيش السوداني في حمايه بعثه النادي الاهلي وجماهيره. هذا الاحساس بالمسؤوليه اللي انا لمحته سفير مصر ولمحته السفاره ولمحته كل من اتصل بالبعثه خلال هذه الفتره القصيره عمرا ولكن الكبيره المليئه بالدروس والصفات المميزه والتاثير الرائع على الراي العام السوداني. يعني انا عرفت فعلا ان حب الفياض والمشاعر الجياشه والشعبيه الجارفه لا تاتي من فراغ، والانتصارات لا تاتي من فراغ. الانتصارات دائما بتاتي من منظومه اخلاقيه ومنظومه رياضيه قبل كمان المنظومه الفنيه. وبيمثل كل فريق من الاهلي والبعثه المميزه اللي كانت موجوده، ويمثل ده اولا واخيرا الكابتن محمود الخطيب اللي حدث ولا حرج عن اخلاقه خلال هذا اللقاء واحساسه بالمسؤوليه وقراراته اللي خدها في هذا اللقاء وهذه الزياره واللي اكتملت بهذا البيان الرائع. يعني اخلاق عاليه جميله على مستوى التعامل مع كافه المشجعين المسلمين والمدنيين. ايضا انضباط كامل سواء في المواعيد او في اللبس او في الجدول والبرنامج. مفيش طلب رفض طلب لاي مشجع سوداني او مصري انه يتصور معاهم حتى وهم راجعين من المباراه وبذلين جهد ضخم. احساس بالمسؤوليه زي ما قلت لحضرتك الكابتن محمود الخطيب وانا اتفقنا على لا عدم مغادره الاستاد الا لما يغادر اخر فرد من جمهور المصري وتحت حراسه واستجاب الاشقاء في الشرطه والجيش السوداني في هذا السبب وخرجوا قبلنا وكنا اخر من غادر. ويعني الكثير والكثير من الوقائع التي تثبت ان الانتصارات لا تاتي بالفن والرصيد من الحب والاحترام انما هو له اسبابه وانه ما فيش حاجه بتاتي بدون جهد وعرف ومنظومه اداريه واخلاقيه كبيره جدا دائما. يعني انا استمعت هدي حضرتك مثال، كان انا تشرفت في البيت عندي بدعوه الكابتن محمود الخطيب في غداء على شرفه، وكان موجود مجموعه من الرياضه ابطال الرياضه السودانيه منهم طبعا الكابتن علي جدارين حضرتك عارفه كويس طبعا، هو احد رموز القياده السودانيه واحد رموز الرياضه السودانيه، هو يعني رياضي كبير وهداف الفريق السوداني في السبعينات. يعني مدى تنافس الخلق والمعامله بين الكبار وبين الاساطير بتمثل النموذج لنا جميعا. اول ما الكابتن محمود الخطيب شافه قام وقال ده كابتن، يعني لمحت يعني التعصب في عيون الكابتن علي جدارين وقال له ازاي انا بكابتنك وانت افضل من لاعبه الكره في افريقيا. هو استمر الحوار على مدى ساعتين مليء بالذكريات والخبرات والدروس والادب والحماسه. هذا هو حوار الكبار وهذا هو رئيس النادي الاهلي وهذا هو منظومه النادي الاهلي اللي تركتنا جميعا مرفوع الراس بعد اداء مميز سواء فنيا او اخلاقيا او اداريا، واكتمل بهذا البيان اللي انا بقول انه بيعكس الاصاله المصريه التي يمثلها النادي الاهلي والتي يمثلها المجتمع المصري، وبتعكس العلاقه التاريخيه العظيمه بين شعبين شقيقين لن تؤثر فيها على الاطلاق بعض القله المتسلطه. واشهد ان اداره نادي الهلال والمسؤولين السودانيين كانوا على مستوى المسؤوليه تماما واستجابوا لكل الطلبات وكانوا في منتهى الاحترام لهذا النادي العريق النادي الاهلي ورئيسه والبعثه الرائعه التي قدمت زي ما قلت لحضرتك نموذج. صحيح. معالي السفير، بيان الاهلي ثمن كثيرا جهود الشرطه والقوات المسلحه السودانيه في تامين البعثه. شفت هذا الدور ازاي حضرتك من واقع الاحداث؟ ده كلام حقيقي. الشرطه والجيش السوداني لم تتوانى عن الاستجابه لكل طلباتهم. سفاره لما اجتمعنا معاهم وكان هناك تامين كامل
سواء لبعثه النادي الاهلي منذ وصولها وحتى سفرها بسلامه الله وخلال كل تنقلاتها سواء للاستاذ التدريب او من المطار للفندق او خلال توجههم الى المباراه او اثناء المباراه او بعد كده العوده للفندق او غيره. كان هناك تامين كامل وسقطت اصابات من بعض رجال الشرطه عندما كانوا. هنعاود الاتصال بسعاده السفير تاني. يعني اخر حاجه السيد السفير بيقول لك سقطت اصابات من بعض رجال الشرطه والجيش وهم بيتصدوا لهذه العناصر. طبعا هو بياخد بالنيابه عنك ان يؤمنك. لم نسمع ان في مضايقات حصلت للبعثه، لا طوبة رمت على اتوبيس ولا حد تعرض لك ولا هذا نجاح امني يجب الاشاده به. وانت لو كنت يعني حتى اولادنا اللي ليهم بعض الاراء في يعني الحماسه واخداهم لا ونتنازل مش نتنازل عن حق اللي هو انت لم تتنازل غير عن حق ادبي. يعني المباراه وفنياتها ونتيجتها ده تقرير حكم. حقوق قانونيه متروكه تقرير حكم. يا يذكر فالاتحاد الافريقي هياخد ويطبق لوائحه لا او لا يذكر يبقى انت حتى مهما اشتكيت. طيب رجعنا لمعالي السفير تاني. معالي السفير. ايوه يا فندم، فهكون بنتكلم على هذا البيان الذي يحط الحق وينقل الحقيقه للراي العام وبيتكلم بكل صراحه وبمسؤوليه ومعرفه كامله بالعلاقه المصريه السودانيه وبعداله كامله يعطي كل يعني طرف ما له وما عليه. فانا اشكركم على هذا الاستاذ المسؤولي، اشكركم على هذه المنظومه الرائعه، اشكركم ايضا على الصوره المشرفه اللي ظهرتوا بيها منذ وصولكم وحتى سفركم. ويعني زي ما بقول دائما النصر لا ياتي من فراغ والنجاح يتطلب الجهد والعرق يتطلب منظومه كبيره ايضا الشعبيه الجريفه والرصيد الكبير من الحب والاحترام له اسبابه وله ما يبرره. وان كان ليا طلب بس عند الكابتن محمود الخطيب وانا قلته له اتفضل يا ريت حضرته يتكرم على الجمهور والراي العام الظهور ولو مره في الشهر في قناه النادي الاهلي عشان يتكلم عن خبراته وتجاربه وخططه للنادي الاهلي لانه نموذج محترم. اتمنى انه هذا الظهور ده مطلب سعادتك، ده سعادتك مطلب من اهلاوي كبير. طبعا يا فندم يعني ظروف كبيره لانه هذه النماذج المحترمه واللي انا شفته بنفسي. والله احنا ده مطلب احنا طلبناه منه يا فندم. يعني هذه هي قوه مصر الناعمه. صحيح. محتاج ان نطور هذه النماذج للاجيال والاجيال الجديده. صحيح. على مستوى الاداره. صحيح. على مستوى التدريب او على مستوى الكوره، احنا بنشوف لعيبه كبيره موهوبين ولكن للاسف ما بيساهموش بما يعني تستحق موهبتهم نتيجه ل يعني مشكله اخلاقيه او شخصيه ونتيجه لانه ما سمعش هذا الكلام ونتيجه لانه ما يتصدره حاليا الوسط الرياضي السجالات غير يعني غير ذات الموضوع والصوت العالي. انما مثل هذه النماذج المشرفه زي كابتن محمود الخطيب ودكتور كمال درويش وكابتن علي ابو جريشه لابد ان يكون في نوع من التركيز عليهم وعلى طريقه ادارتهم واسلوب حياتهم والخبرات اللي انا سمعت منها كثير خلال هذه الزياره عشان تنقل الى الاجيال الجديده وتكون بمثابه القدوه والمثل للمواهب الرياضيه اللي كلنا نتمنى ان يكون لمصر ومستقبل مصر على يديها الخير. ويا ريت ينقل هذا الطلب انا نقلته شخصيا ويا ريت ان ينفذ باعتباري لاحد مشجعي الاهلي. تمام. يا رب يسمع كلامك يا فندم. حضرتك لمست اي رد فعل من الجانب السوداني الشقيق على هذا البيان النهارده ولا لسه؟ هو طبعا انا اتوقع انه انا جالي بعض التعليقات في رسائل الصحفيين كلهم بيشيدوا بهذا البيان وكلهم بيتكلموا على ان مصر هي الاخت الكبرى وان ده يعني ما هو كان يتوقعوه من النادي الاهلي ومن كافه المؤسسات المصريه. انا مش عايز اقول لك هذا البيان يعني بيؤدي الى تاثير ايجابي جدا على شغلنا احنا كدبلوماسيين هنا بالظبط على العلاقات المصريه السودانيه وعلى المصالح المصريه في السودان وعلى الراي العام في السودان الشرقي. يعني انتم بتساعدوا المؤسسات المصريه سواء في السياسه الخارجيه او غيرها في هذا البلد الاهم بالنسبه لمصر استراتيجيا والاهم بالنسبه على كل المستويات بهذه المواقف المسؤوله
التي يعني تصب اولا في المصلحه المصريه قبل ان تصب في مصلحه النادي وقبل ان تصب في حياه مصالح اخرى، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. بشكرك يا فندم جدا، ونثمن كل الجهود اللي بذلتها سعادتك وطاقم السفاره، وباذن الله نلتقي على خير باستمرار. شكرا جزيلا لمعالي السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان. اربط بقى، واعتقد كلام يسعد كل مصري. اربط وشوف المسؤولية، ده اللي بقوله. يعني كلام يكفي ختام الكلام لما قال سيادة السفير انه الاهلي بهذه الوقفة وهذا البيان وهذا الموقف كان دافع قوي جدا لهذه العلاقات الشعبية الممتدة في جذور التاريخ بين مصر والسودان، وقال ده له مردود كبير جدا على العلاقات بين الشعبين، على المصريين المقيمين والعاملين هناك، على السودانيين اللي موجودين هنا، على حجم التبادل، على العلاقات، علاقات المصير والمواقف المشتركة في قضايا حيوية جدا بين مصر والسودان في قضية المياه. مصر والسودان حتة واحدة فعلا، مصر والسودان جزء واحد فعلا. هذا البيان كما ثمن سيادة السفير بيدفع للمزيد من توطيد العلاقة في هذا الاتجاه. احنا لما كنا بنقول ان النادي الاهلي هو نادي الدولة، مش نادي الدولة، نادي دولة يتحرك في اطار مساعدة الدولة في تحقيق اهدافها بما يقدمه من نموذج رياضي راقي يدعم السلوك الرياضي بقيم تتجاوز بكثير جدا النتائج. فلما تيجي انت رايح عايز ايه من مشوار السودان؟ التأهل. وكلنا كنا شايفين الصعوبة قبل ماتش النجم وماتش السودان الهلال، وكلنا كنا شايفين الأجواء التي لو لم تعالج بهذا القدر من المسؤولية المتبادلة والحكمة البالغة وقيادة إصرار كابتن الخطيب أن يطلع رئيس بعثة لمباراة في دور الثمانية مش في النهائي، حتى حرص الأستاذ طاري أنديل على السفر على نفقاته، هو عايز يطمن هو كمان كمسؤول الـ على أرض الواقع. بقى سعادة السفير بيقول لك في بيته استقبل قيادات رياضية واستقبل قيادات سودانية ومصرية من رجال الأعمال، أنا عارف جو الاحتفال ده بيبقى عامل إزاي. أي. وبعدين شوف الـ 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 الود، كابتن خطيب بيقول له أنت كابتني، ويقول له إزاي ده أنت أسطورتنا. يعني إذن هو ده الرياضة بالزبط. هو دي القوة الناعمة. أيوة. وبعدين أيوة. هو ده أما تخرج بقى من هناك، طب ما أنت حققت هدفك الاستراتيجي، هو الباقي كله هيبقى حماسة ونرفزة لكن صدقني أنت كسبت أكتر مما تتوقعه نتيجة هذه الحكمة وهذه القوة في جهاد النفس أن تسيطر على زعلك من بعض الجماهير اللي أساءت، واللي مؤكد مفيش حد مسؤول في السودان موافق على هذه التصرفات طبعا، بدليل بيقول لك المواجهات كانت جاده. أي. يعني مش عايزين نخش في تفاصيل تخص اخواننا السودانيين بي 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 احنا عايزين، هو قال لك سهلت عمل الدبلوماسيه المصريه، سهلت عمل القيادات السودانيه. قال السيد السفير بيقول لك ساعدوني في شغلي جدا، حافظت يعني. عملت صيانه للعلاقة الخاصة اللي بينك وبين الهلال والعامة اللي بينك وبين السودان. صحيح. وهتكون لها تداعيات وتقدير، لأن ما هيشوفوا غيرك اللي بيتصرف بغل عايز يوصل الأمور لإيه، وأنت اللي بتتصرف بحكمة وتجاهد النفس وتنتصر عليها، وهذه غاية الرياضة. الرياضة أن تنتصر على نفسك أولاً ثم تنتصر على الآخرين. وإذا لم تنتصر على نفسك أي انتصار على الآخر لا يساوي شيء. هذا بيان مسؤول، ناس هتتفق عليه وناس متضايقه مش هتتفق عليه، لكن انت تاني النتيجه في تقرير الحكم، المباراه في تقرير الحكم، الاحداث الشكاوي لا تحرك احداث المباراه لكن تحرك احداث عامه. طب انت بتقول الامن وقف معانا، الدبلوماسيه وقفت معانا، السياسيين وقفت معانا، السفارة السودانية وقفت معانا، الإعلام السوداني وقف معانا، هنشتكي قلة مارقة تريد أن تسيء، فتسيء إلى كل هذه الجهود. حسنا فعل في رأيي بعد أننا يعني ساعات كده برضو في الوهلة الأولى الله هو إيه وش ما، لكن لما بتتمعن يا أستاذ إبراهيم بتشوف القرار المسؤول، وهنا الفارق.
أن تكون خارج المسؤولية، الحماسة تجرفك في اتخاذ مواقف في أي حاجة حتى في القضية السياسية. اعمل واضرب، أنت مش ليه تمن لكل حاجة لازم يتحسب. أنت اتصرفت بحكمة ومسؤولية وادي صداها بالنسبة للدبلوماسية السودانية والدبلوماسية المصرية. إذن في أم درمان لم يسجل قفشة وحده، إذا كان قفشة جاب الجون واتعادل الهلال السوداني فقد فاز الأهلي فوزا عظيما، لأنه الهدف اللي سجله الأهلي النهاردة في هذه أو في مرمى الخصوم لهذه العلاقات التاريخية هدف بيؤكد جدا على قيمة القوة الناعمة الرياضية المصرية، قدرة النادي الأهلي على الاطلاع بمسؤولياته بأي مباراة من حجمها، قدرة مسؤولي النادي الأهلي باستمرار على أن هم يقوموا بالأدوار الكبيرة، الأدوار الكبيرة في إدارة هذه الأزمة اللي انتوا شفتوا السفيرين إزاي عندهم هذا التثمين وهذا التقدير لدور بعثة النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي ومنظومة عمل النادي الأهلي في السودان والأثار اللي تركتها. بالمناسبة قبل ما الأهلي حتى يطلع بيانه كان الجانب الهلالي الشقيق شعر بشيء من الاستحياء، حس بالخجل مما ارتكبته بعض هذه الجماهير المارقة اللي هم أول ناس رفضوا سلوكياتهم وحرجوهم، وإحنا شفنا. علشان بس الجمهور اللي عنده استغراب شوية من التطورات، السودان في مرحلة انتقالية صعبة، فبالتالي مؤكد إن الحكومة اللي موجودة الحالية لها خصوم عايزين يستغلوا الأحداث، وده ظرف مصر عانت منه في فترات الانفلات في مباريات كانت مصرية وشفنا اقتحامات وتدخلات و كانت الأندية المصرية معذورة وما عندهاش أي سبب أو أي دخل في اللي بيحصل، لكن هي مراحل تحول وظروف انتقالية إن شاء الله ربنا يعافي منها كل الشعوب العربية الشقيقة. لكن إدارة الهلال كانت استشعرت الخجل مما حدث وكتبت على صفحتها اعتذار صريح، نعتذر لكافة الشعب المصري، دي صفحة نادي الهلال، نعتذر لكافة الشعب المصري عامة وللعيبة وجماهير الأهلي المصري عما بدر من بعض الجماهير الغاضبة من الأداء الضعيف من لاعبي الهلال وحكم المباراة، كما نبارك لفريق الأهلي بمناسبة تأهله للدور القادم ونتمنى له مزيدا من التوفيق. ده اعتذار من صفحة الهلال بالشعار بتاعهم من أول امبارح من بعد المباراة على طول. إذن هي دي مسؤولية برضو أساسا منهم بخطأ اللي حصل، ما دي مسؤولية صحيح، يعني تعاملوا بمسؤولية في هذا الأمر. إذن حتى النادي الهلال ومسؤولوه تعاملوا بمسؤولية تجاهك واعتذروا لك وتاني هناك حسابات للمباراة ونتائجها وحسابات للأشقة. إيه اللي هيعود علينا بالنفع في الآخر خالص ها من ان ملعب سوداني توقف ولا حاجه ولا نرضاه. اللي هو سعى الى هذا هو اللي نزل الملعب واقتحم، عارف ان في ربما يعرض فريق الهلال للعقوبات. فانا التحقيقات الايام القادمه مع الناس هناك في السودان هتكشف لهم مين اللي وراء هذه الاحداث، واحنا عارفين هنا مين وراء هذه الاحداث. واعتقد سفير خالد الشيخ سفير القائم بأعمال السفير السوداني في القاهرة قال بوضوح أنه تم القبض على عدد من العناصر يجري التحقيق معها من قبل السلطات السودانية. إدارة الأزمة، شفتوا هذه الدبلوماسية الهادئة الرائعة اللي أدار بيها رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب هذه الرحلة، وشفنا قد إيه تأثير ده على الرأي العام السوداني، وشفنا هذا التقدير الكبير من قبل السفارة السودانية بالقاهرة والسفارة المصرية بالخرطوم، وفوت الفرصة لدور القوى الناعمة المصرية ممثلة في الأهلي ورئيسه في إدارة هذه الأزمة، حتى كمان للجماهير المصرية والأهلوية. سيد السفير أشار له نقطة أنه كابتن محمود الخطيب وهو هم موجودين الجمهور الأهلاوي اللي موجود خايف من اللي بيحصل، فكان الكابتن الخطيب قال لهم وهو في المدرج مش هنمشي إلا وانتم معانا، مش هنمشي من هنا الا وانتم معانا، واصر انه يفضل موجود هو وسياده السفير لغايه لما كل الجماهير خرجت وتم تامين خروجها على اكمل وجه. نشوف هذه اللقطه. Thank you.
مؤكد لولا الاهتمام الدبلوماسي والسياسي والأمني من الأشقاء السودانيين في استجابة سريعة للاهتمام السياسي والدبلوماسي المصري، ها كان ممكن متعرفش تأدي. وعندنا النماذج قبل كده، انت أديت لأنك نزلت في الملعب والأمور تحت السيطرة. في ناس حبت تستغل الأحداث في اسقاطات معينه، قلت لك الدقيقه 72 في ناس عايزه تحرك امور. يعني هناك انت عارف طيارات سياسيه وطيارات دينيه وطيارات، يعني كل واحد عايز ياخد المباراه في حتته. فحسنا فعل هذا البيان، هو بيان مسؤول. والفارق بين المسؤوليه والحماسه هو ما اردنا ان نثبته. واعتقد ان كويس ان السفير هنا والسفير هناك يعني في المداخله اكدوا نفس المعنى، اكدوا المكاسب من وراء هذا الموقف النبيل للنادي الاهلي. طيب ختاما بقى في البيان البند الثالث، الحرص الكامل من النادي الاهلي على الا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصه ان الاتحاد الافريقي لكره القدم تابع الاحداث وقد يقوم بتطبيق النصوص اللائحيه بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراه. وده زي ما اشرنا واكد المهندس عدلي، دي بتبقى وفقا للتقارير لا يملكها الاهلي، لا يملك اقرارها ولا يملك رفضها ولا يملك فرضها. يعني اي طرف من طرفين المباراه فيما يتعلق بالحقوق القانونيه لا يملك رفضها ولا فرضها، هي متروكه لتقارير الحكام والمراقبين ومسؤوليه الاتحاد الافريقي بالظبط. بس وبيقول مجلس الاداره، وختاما يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لكافة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية التي قامت كعادتها بدورها على الوجه الأكمل في الداخل والخارج لتأمين سلامة بعثة الأهلي في السودان، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في السودان التي بذلت جهدا يستحق التقدير، والاتحاد المصري لكرة القدم. وتبقى مصر كبيرة وآمنة بجهود كل أبنائها المخلصين. النادي الأهلي، النادي الأهلي داعم للقيم، النادي الأهلي داعم لمصالح عليا، النادي الأهلي داعم لعلاقات يعني بالحكمة تقدر تحافظ عليها وتنميها. هو ده النادي الأهلي، فريق كبير، فريق عظيم. طب انا عايز بس والنبي قبل ما انسى، وانا بشيد بالناس دي كلها، لازم بشيد بالمجموعه المصريه اللي حضرت المباراه. صوتها كان مؤثر جدا، 500 او 600 واحد، لكن كانوا مؤثرين جدا والتزموا الحقيقه بكل ضوابط التشجيع السليمه، ولم يحدث تجاوزات. زي ما بيقول لك سعاده السفير حسام عيسى، كانوا خير تمثيل القوى الناعمه وتمثيل الرياضة المصرية، سواء مجلس الإدارة أو ولادنا اللي راح حضروا المباراة، الشكر ليهم. كانوا أبطال فعلا وهتفوا، فريق كبير، فريق عظيم، استطاع التأهل من رحم المعاناة. إزاي؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. حقق الاهلي هذا التاهل من رحم المعاناه. وفي الملف الافريقي الحقيقه كانت يمكن قبل المباراه كان في جدل كبير حوالين المكان الوحيد المتبقي اللي في القائمه الافريقيه، ومع انتهاء شهر يناير بيغلق باب القيد الافريقي، فناس كثيره اتكلمت باندهاش واستغراب وربما ايضا بنوع من التلقيح.
ليه الاهلي سجل حارس رابع وليه وازاي الفرقه يكون عندها اربع حراس مرمى في القائمه الافريقيه؟ القرار فني، وده ريني فايلر المدير الفني، ما اعتقدش ابدا هيجابل الكابتن شوبير ولا الناس حتى اللي سمعت الاراء الفنيه عن هذا الحارس الصاعد الواعد مصطفى شوبير تعرف حاجه اصلا عن اسباب القيد لدى المدير الفني السويسري. لكن هي افتكاسه من الاهلي، وسمعت اراء حتى اللعيبه القدام في الزمالك، يا جماعه طب ما كل واحد يخليه فرقته واحتياجات فرقته ويحترم الخيارات الفنيه للمدربين الاخرين. وبدل ما تبص على الاهلي بص على فرقتك انت بتعمل ايه بالظبط. كل واحد عنده حسابات وكل واحد اضرب فرقته وكل واحد مسؤول عن عمله. لكن الغريبه جدا اللي طلع يقولوا ازاي الاهلي يسجل حارس رابع بتهكم، معرفش ازاي ما افتكروش انه كمان الزمالك في نفس اليوم سجل الحارس الرابع. الزمالك كان عنده ثلاث حراس مرمى في قائمه افريقيا، عواد وابو جبل ومحمد صبحي، وراح مسجل محمود جنش الحارس الرابع. هم اربعه الزمالك غير اربعه الاهلي، ومنهم واحد ولا جنش سن. ولا جنش تم قيده على انه مش هيلعب حارس مرمى، يعني الحمد لله على سلامته بعد الجراحه والغياب الطويل، لكن تم قيده كحارس مرمى رابع وفيهم واحد تحت السن، ينطبق عليه ما ينطبق على مصطفى شوبير. وكل نادي حر، كل فرقه حره ان شاء الله تسجل خمس حراس او تسجل حارس واحد، بس ليه دايما وابدا باصين على طبق غيرنا؟ ليه مش كل واحد عايز يفضل في حاله؟ ليه مش كل واحد عايز يركز في شغله؟ اعتقد ربما مسألة كانت غريبه قوي. ربما شغله مش مكفيه، فلازم يتكلم في شغلك انت. ايه الاصرار على ان انا طول ما انا قاعد اتكلم على النادي الفلاني عمل وعمل فيما يخصه مش فيما يخصني؟ بالظبط. ما هو لو النادي الفلاني عمل معايا حاجه اعلق عليها من حقك، انما ما عملش حاجه ده هو تصرفاته هو. ماشي لعيب اعار لعيب، دي ده شان داخلي، انت حريص على مصلحه الاهلي اكتر من المسؤولين بتوعه. يعني ما دي ملهاش معنى تاني غير انك انت بس ما بتفكرش غير، ودي احد اسباب على فكره يعني ان انا يبقى عندي مشكله ان افضل اتكلم عليك مهنيا، يبقى انا اللي عندي المشكله مش انت. انت بتشتغل وانا عمال اتكلم على شغلك فما بشتغلش ولا؟ صحيح صحيح صحيح. ودايما حتى اللي عايز يرمي بياضه وعايز يكسب ود اطراف تانية ما يجيش الا على الاهلي، وكانه ارضاء هذه الاطراف المتنافسه ما يجيش الا على حساب الاهلي. ارمي طوب حد في طوب على النادي الاهلي تبقى كويس نقول لك تعالى، ده كلام ما يصحش، ما يصحش في اطار المنافسه الرياضيه الشريفه اللي احنا بننشدها، انه كل واحد يركز بايجابيه مع شؤون فرقته. عايز تقول راي فني ده حقك، وبالمناسبه حتى الراي الفني انا مش مع ان جمهور الاهلي يغضب لو حازم امام قال راي فني على لعيب في النادي الاهلي، هو راي فني هو او عماد متعب ينتقد او احمد بلال يطلع يقول مصطفى محمد ينقصه كذا فيترد عليه بشكل وحش. طب ما احنا ما زعلناش لما حازم امام قال انه مروان محسن هو اللي يمشي، ما حدش طلع يقول لا حازم مش من حقه يقول على لاعب الاهلي انه يمشي، لا هو ده رايه الفني لازم الناس تحترمه. لا هو طالع في استوديوهات التحليل عشان راي فني. هنا ممكن يقول انا بختلف على اداء مروان، لكن يمشي يقعد مش بتاعته هو. لا بيفاضل يعني سئل انه مين اللي يمشي، مروان ولا وليد ازارو؟ قال لك لو هي الفكره باللي بيضيع اكتر ممكن مختلفين مع الراي، بس ده رايه. هل هو عارف لازم كواليس هو مشي عشان بيضيع اهداف؟ يعني برضو انت مش عارف الكواليس. دائما المسؤوليه والحماسه، ده قرار له ظروفه في النادي الاهلي، وقرار له ظروفه في الاتحاد، وقرار له ظروفه في الزمالك، وهكذا. كل نادي عنده مسؤوليه بس اللي بيتكلم ده عماد متعب او حازم امام او احمد بلال بيتكلم على اداء يا ابراهيم، هو بيتكلم على اداء، بيتكلم على مستوى فني، ما بيتكلمش على قوايم. يتكلم على اداء، يتكلم على مستوى فني، ده رايه. يزعل الاهلاويه، يزعل الزملكاويه، ده المفروض ما يكونش موجود لانه ده راي فني، واحنا علينا ان احنا نحترم هذا الراي. ما دام ما فيش اساءه، ما فيش تجريح، ما فيش تجاوز، ما بيجرش على حق احد، لازم الناس يعني تتعود تتقبل الراي الفني. استاذ ابراهيم احنا تعرضنا، قلنا الزمالك ازاي ماشي كاسونجو ما هو رجع جابه، احنا قلنا تعرضنا ليه، دي مش بتاعتنا احنا مالنا. قلنا ليه جبتوا خالد بوطيب بالملايين دي كلها واحنا مالنا؟
صحيح. انا عايز فرقتي انا. الله، هم شايفين ان لو جابوا خالد ابو طيب يقدروا يعملوا ابجريد لفريق، لو صرف كتير صرفوا ده امر يخصه، امر يخصه، وهو ما خدش مني حاجه. صحيح، واخد بالك؟ وعشان كده انا بندهش جدا لما يقعدوا يكلموا فلان في الاهلي خد، فلان في الاهلي جدد، فلان في الاهلي بيتعمل فيه، فلان مالكش دعوه غير بفرقتك. عايز تتكلم عليها انا مش زعلان، لان انا شايفك طول ما انت بتتكلم عليا انت مش بتتكلم على مشاكلك، سيبها بقى موجوده، فما بتعالجش امورك، ما تعالجش. اه خليك مشغول بيا شويه، ما هو ده مش جديد. اه يعني كان جاب نتيجه زمان عشان يجيب نتيجه دلوقتي مش هيجيب نتيجه. احسن حاجه ان كل واحد يعمل على يعمل. شأنه يعمل يعمل على شأنه. نتمنى، لانه لو كل واحد اشتغل شغله وركز هينجح زي ما الاهلي نجح في استاد الجوهره الزرقاء في ام درمان. للاهلي تمكن من التاهل من رحم المعاناه. مباراه في ناس لو جبنا لها فيديوهات دلوقت، ناس مصريين والله العظيم، وهم بيتكلموا لا 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 الاهلي صعبه قوي، وفي ناس تقريبا اوشكت ان هي تبارك للهلال، وفي ناس اتكلمت على ان الهلال ولا النجم مين اللي هيبقى اول والحسابات، وفي ناس كانت شايفه ان بعثه الاهلي رايحه عشان تخرج، ناس كتيره. انت عارف يا استاذ ابراهيم الناس دي قبل ما تخش، اعتقد دول ما كانوش عارفين الاهلي بجد. لا طب ما هدول مش عارفين الاهلي، بس نجحوا في اقناع اللي عارفين الاهلي. انا يعني احيي الاعلام ده، هذا الاعلام الذي لا يرى الا الهجوم على النادي الاهلي. انا عايز احييه لانه جاب نتيجه، ايقظ. لا هو طبعا حفز فرقتنا، لكن اكتر من كده استطاع ان يخترق تفكير بعض شبابنا ويخليه يفكر زيه. لما انت تقعد تشوف ان النادي الاهلي الذي يحقق كل هذه الانتصارات 24 مباراة ولا 23 مباراة خسر واحدة بفعل فاعل، ها؟ وبعدين أنت زعلان، وبعدين نجح يغزيلك إيه بقى؟ غزيلك فكرة أصل الأهلي المحلي غير الأفريقي. ما هو الأهلي المحلي ده غير أي حتة في العالم، غير ليفربول، حتى ليفربول لأ، لأنه الأهلي فاز بالعلامة الكاملة لحد دلوقتي، لحد دلوقتي. ربنا يكمله على خير يا رب. فأنت وطبعًا لأنك أنت بتحقق شيء هنا فوق يعني مش 100%، 130-140% هذا الأداء أو هذه النتائج. فمش معنى كده إن أنا يعني إن أنا بكسب إنك تحاسبني بقى على المعيار ده. ده أنكت من كده إن أنا ألاقي بعض النقاد اللي ليهم وزنهم بيقارنوا بين الاداء الافريقي بتاع الاهلي بتاع الزمالك، رغم ان ده مش ما يجبش يكون، لان دي مجموعه ودي مجموعه، ورغم ان الاهلي بهذا الاداء اللي عمالين يصفوه انه مش عاجبهم قوي، في حين ان هذا الاداء رائع. ده الاهلي جايب 11 بونت والزمالك جاب 9 بونت، ده الاهلي متجاوز على فرق واخده المركز الاول بعدد الابناط. ده الاهلي بينه وبين اللي خرج فارق قد كده، لو كانت النتيجه اتغيرت او لحد اللحظه الاخيره مش عارفين، لغايه الوقت البديل الاهلي اول المجموعه، لم يذهب الاهلي متاهلا، وكل الناس قالت الماتش صعب. اذا النادي الاهلي بيتحاسب على ايه؟ على نتائج الفرق اللي بتنافسوا مع بعضها، والزمالك بيشاد بيه على نتائج الفرق اللي بتنافسوا مع بعضها. يعني هو ما هنجي لك للمقارنه دي، هنجي لك للمقارنه الموضوعيه دي، لكن كيف حدث التاهل من رحم المعاناه؟ مباراة شفتوها كلها كانت على وتر مشدود للغاية، لكن أعتقد لعيبة الأهلي توفرت ليها الكفاءة، الهدوء، الثقة، التركيز، التمركز، حتى الشكل التكتيكي اللي الخواجة لعب بيه، اختيار العناصر الأمثل، مدرب بيستغنى عن لاعب أحسن لاعب في الموسم اللي فات ولغاية الفترة الأخيرة علي معلول، بس بيستغنى عنه ويقعده على الدكة لحسابات فنية في الملعب. ده حد قاري المنافس بشكل كويس قوي، وحد محترم خصمه بشكل كبير، وبيشتغل على ازاي يقدر يحقق اهدافه اللي هو عايزها في الجبهة دي. فبالتالي ازاي يشيل جبهة مهمة جدا للمنافس حتى لو هيستغني او يفرط في احسن لاعب عنده طوال الموسم اللي فات. ده كان شغل الخواجة ريني فايلر، عشان كده هنلاقي حتى المردود الصحفي بعد المباراة كله بيحمل هذا التقدير.
مجلة الأهلي الشهرية طلعت بعدد خاص من أم درمان، رصدت التفاصيل الكاملة والكواليس الحقيقية اللي حدثت في هذه المباراة الكبيرة، وكان الغلاف احكي وقول يا زول الأهلي كبير على طول. ده كان غلاف الأهلي في العدد الشهري اللي بيكشف كل كواليس وتفاصيل ما حدث في أم درمان. كانت المجلة تضمنت كتير، سواء إدارة الكابتن محمود الخطيب وكلامه للجماهير الأهلوية مش هنمشي غير وانتم معانا لترد الجماهير بالهتاف بيبو والأهلي. أيضا نقلت المجلة الحوار اللي حدث بين الكابتن الخطيب والجماهير ولنجوم الكرة السودانية والتكريمات اللي حدثت. الأخبار بعد المباراة خرجت: الأهلي يتخطى الموانع السودانية، بطل مصر يتعادل مع الهلال 1-1 في مباراة عصيبة ويتأهل لربع النهائي الأفريقي. الأهرام قالت الأهلي يتعادل أمام الهلال السوداني ويتأهل لدور الثمانية لدور الأبطال، تحكيم جيد من رضوان، والشوط الثاني شهد حماسا من الطرفين. المسا قالت لاعبوا الأهلي رجال واسألوا الهلال. وفي الصفحة الرياضية للمسا الأهلي عال العال صعد وأطاح بالهلال. الأحمر أدى مباراة رائعة رغم الأهداف الضائعة، تقدم على حساب أصحاب الأرض والفريق السوداني تعادل في الوقت الإضافي. والأخبار المسائي كانت ترى أنه مسك الختام، الأهلي ينتزع وصافة المجموعة في عقر دار الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال. أخبار الرياضة قالت الأهلي ينجو من شغب الأشقاء في الجوهرة الزرقاء. طب الجوهرة الرياضية بقى السودانية قالت في مباراة شهدت العديد من الأحداث، الهلال يقبل بالتعادل ويهدي التأهل للأهلي المصري. أفشى يفك عقدة الأهلي التاريخية، عبد الرؤوف ينقذ الأزرق من الخسارة، وأحداث شغب توقف المباراة. قالت كمان الصحيفة السودانية الإدارة تحمل اللاعبين مسؤولية الخسارة، والقائد يتصدى بتقصير الإدارة في صرف الحوافز للاعبين. الأهلي يطالب بنقاط الهلال الكاملة، والنجر يهاجم الكاف ويطالب بتقنية الفار، وفايلر يقول عرفنا من أين تؤكل كتف الهلال. في متابعة الأحداث اهتمت الصحف بردات الفعل، قالت الأخبار كواليس الساعات الصعبة في أم درمان، الدبلوماسية الهادئة تنقذ البعثة، وفايلر غضبان ومذهول مما حدث. الأخبار المسائية قالت هدية منتظرة، الأهلي يطالب بنقاط مباراة الهلال السوداني وينتظر تقرير حكم اللقاء. الركوبة السودانية اتهامات وتصريحات مثيرة لمدرب الهلال عقب الخروج أمام الأهلي المصري. قال كمان المدرب للصحيفة السودانية إنه حاول الحديث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز في الكرة دون النظر لقرارات الحكم، مؤكدا أنه بعد تقدم الأهلي قام بتغييرات وضغط على الأهلي، وكان لديه ركلة جزاء واضحة لم تحتسب، وهدف الأهلي جاء من تسلل وفقا لرأي النجم. لا معلش بقى، شوف هو يعني هيجد من الأسباب، الناس كلها شافت الجون وتأكدت من سلامته بشكل كامل، فخلاص احنا الهدف على فكرة موجود معانا، عشان الناس اللي بتتكلم على التسلل هنفرجكم على صورة الهدف. ادي الصورة اهي، ادي الصورة الثابتة، وروني فين التسلل. بس طبعا الراجل المدرب وهو بيتفرج على الدكة متابع المباراة مش هيشوف بهذه الدقة. لا هو عادي، هو اللي لحظة وهيشوفها بمشاعره، هيشوفها بمشاعره بس. يعني مش هيشوفها بعينه، هيشوفها بمشاعره. هو مضطر يقول حاجة يعني، ما فيش مشكلة. دعنا احنا يعني نتجاوز الحقيقة حكم المباراة المغربي لابد ان الكل يحييه، لأنه أولا تعرض لضغوط قبل المباراة، ضغوط شديدة جدا، جانب الهلالي حاول التشكيك فيه والضغط على اختياره بشكل كان مكثف جدا، لكن ظهر حكم عنده قدر عالي جدا من الثبات، من الثقة، من الشخصية، من اليقظة، من القرار الواحد، ما عندوش أي تردد في أي قرار، حتى في الربط بين المساعدين أدار المباراة كما يجب أن يكون، صفر في الوقت اللي لازم أن يصفر، كان جنب الكرة باستمرار، ما سابش لا شاردة ولا واردة لأي جدل ممكن الناس تتكلم فيه. حكم فعلا، أنا سعيد أن الكرة العربية والكرة الأفريقية
فيها حكم بهذه الكفاءة وهذا القدر العالي جدا من الثبات. الدنيا مقلوبة والناس بتضغط والجماهير والجيش مال المدرج والتراك كله مشحون والصفارة ما اهتزتش في بقه أبدا، كان باستمرار عنده قدر عالي جدا من اليقظة والحكمة. فعلا رضوان جيد، رضوان امتياز مش رضوان جيد الحقيقة، ليه كل التحية. كابتن شطة كان يتكلم، طبعا اتكلم كسوداني يعني في وجهة نظره عن ما حدث. ما هو قايل الكلام وبعدين مكرره في صدى البلد. نسمعه بقى بلسانه احسن ولا نسمعه؟ نسمعه بلسانه. فنيا هل الحكم النهارده اخطا في حق الهلال السوداني؟ لا لا لم يخطئ. اللقطه اللي هم حصل بعدها الاقتحام للملعب وفكره ضرب الجزاء ولا اوفسايد الكلام ده ما اعتقدش. لا الحكم الحقيقه انا بشيد به اشاده كامله لانه قدر يخرج بمباراه في بر الامان تحت ظروف صعبه جدا كان ممكن يطرد فيها اثنين او ثلاث لعيبه من الهلال السوداني بامانه مطلقه من الشوط الاول تقريبا. الشوط الاول حتى في الهاف تايم وهو بيصفر في نهايه الشوط الاول حارس المرمى احتك باحتكاك غير يعني غير منطقي جدا وغير يعني في كره القدم لازم كان هينذره وكان ممكن يطرده. هو خرج ببر الامان بالمباراه بانه ما طردش اللاعب، فضل انه يكمل المباراه بالشكل ده. يعني ممكن يكون حتى هيحاسب على موضوع زي ده. لما نيجي تعمل تقييم بريفيوينج او تيجي تشوف بقى الحكم ده عمل ايه في 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 المباراه والمراقب يكتب حاجه، بس ما تقدرش في ظروف صح ما تقدرش انت كحكم تاخد فيها قرارات حاسمه ولازم يكون في حاجه اسمها روح القانون. شطة يعني أثار نقطة مهمة جدا أن ظروف المباراة يعني خلت الحكم يتغاضى على حساب على حساب نفسه حتى. ودي كانت حصلت في ماتش الجزائر ومصر في أنجولا 4-0 لما طلع الحارس المرمى تجاوز في حق كوفي كوجي كان؟ كوجي والحكم اتلام عليها يعني. لكن هو في الموقف ده بس يقول الجزائر ومصر كانوا في أنجولا، لكن دلوقتي المباراة بظروفها بتوتراتها ربما خليته يعني يعمل بعض الدبلوماسية. لكن بشكل عام طبعا احنا بنقول كده وقد حققنا الهدف. ما هو انت هتقعد تفتش في أخطاء الحكام لما لا تحقق الهدف، وده اللي بيعمله الجانب السوداني. لكن أنا أعتقد مفهومة يعني الجون سليم مش عايز مناقشة طبعا. مسألة العنف كان له تقديراته وإلا كان مش عارف الدنيا كانت عملت ايه. وممكن واحد يقولك ما تاخد قراراتك واللي يحصل وفي عقوبات وفي لوائح وفي، لكن انت مش عايز يعني زي ما قلت لك ازاي تتوقع أزمة، بس لازم تقرير يتضمن كل الملاحظات دي. هو يلام بقى لما وهو ما فسرش وما تضمنش التقرير بتاعه كل الملاحظات كما شاهدها الملايين. لكن بشكل عام المباراه الحكم ما فيش اخطاء مؤثره على نتيجه المباراه، او يعني والاهلي من خلال اداء محايد جيد من الحكم واداء امني راقي من الاشقاء السوداني استطاع أن يكمل المباراة واستطاع أن يحقق هدف الاستراتيجي وده أهم شيء. طيب كابتن أحمد حسن رأيه في أداء الحكم في هذه المباراة، نشوف الصقر في قناة النهار. أخ شمس الدين هو بيتكلم بيقول لك في اعتراض على الحكم، أنا شايف الحكم حكم ممتاز. الأهلي فعلا في الدوري مختلف عن أفريقيا والزمالك كمان في أفريقيا مختلف عن الدوري، الاثنين ممكن يكون في تفوق محلي للأهلي وممكن ما يكونش في تفوق للزمالك محليا، لكن الزمالك أفريقيا ممكن نقول إن هو متفوق وبيكمل بعد فوزه بالكونفدرالية وإن هو تفوق في الموسم الماضي. نفس الكلام الأهلي. الأهلي بيمر ببعض التذبذبات اللي موجودة في أفريقيا، إيه الفرق يا كابتن غيل عامر؟ بص خلينا نتكلم كلام يعني منطقي للفئتين، لأن لازم الناس تبقى في قلق واللي هيبقى فاهم كوره هيبقى حاسس ان في قلق، ففي قلق للاثنين مش للنادي الاهلي بس. ولكن بالنسبه للدوري المقياس بالنسبه للدوري الممتاز الاهلي اعتقد ان هو ماشي بشكل ممتاز جدا يعني يعني كل اللقاءات النادي الاهلي ده ان هو يتغلب فيها ويكسبها.
طبعا ماشي بشكل مميز، الراجل حتى لما بيعمل الريتيشن بتاعه مفيش ما بيقصرش، مفيش فيه اي مشكله خالص. ولكن كمان فايلر مدرب كويس، واعتقد ان هو يعني جماهير النادي الاهلي طمنت له بدري. بس في كمان حاجات في المباريات الافريقيه شويه بتبقى محتاجه يعني شكل مختلف شويه، يعني لما نيجي نبص الجدول كان الجدول طبعا موجود يعني النادي الاهلي كسب كل لقاءاته، شبه انه يعني كسب كل لقاءاته، النادي الاهلي ما خسرش ولا لقاء ولا تعادل لكاته. بالظبط، ولا تعادل. اما انا بقول لك كسب كل لقاءاته. فانما في جزء مهم ان فايلر في وقت من الاوقات في الماتشات اللي هي الافريقيه بتبقى محتاجه اللعيبه الخبره تعوم شويه. برضو الزبزب على فكره يمكن الماتش الوحيد اللي ممكن تقول الاهلي لم يؤدي ما كان ينبغي عليه ان يؤديه، ها، بلاتينيوم هناك. انما الخمس ماتشات التانيين لا، الاهلي والطرف الاقدر. حتى بلاتينيوم هناك اللي احنا معترضين عليه اتلغلنا جون صحيح. اتلغلنا جون صحيح كان، لكن انت ما كنتش انت خالص، بتقيس بالقياس الى نفسك. طبعا مش بالقياس الى المباراه. انت في المباراه برضو انت الافضل. الشوط الثاني انت الشوط الاول قليل كنت خالص. ماشي يا استاذ ابراهيم، انا فاهم انت بتلعب بره ارضك مع فرق خلاص. حققت هدفين، واحد اتحسب واحد ما اتحسبش. لو خدت حقك، لو في حكم زي رضوان ده هناك كنت طلعت كسبان 2-1، لانه عنده الشخصيه انه يحسبه. فانا اللي عايز اقوله ان اللي حسس الناس بالازمه في المشوار الافريقي نتائج الفرق مع بعضها، واحنا شرحنا الكلام ده، ان اسوأ سيناريو ان مفيش فرقه تتعادل مع الثانيه. مثلا الهلال والنجم ماتش واحد لو تعادلوا خلصت. لا، وتبادلوا المكسب، ده يكسب بره وده يكسب بره، ده الخطر يعني. ده ان ما يعني ان لو تعادلوا ماتش كان الموضوع اتحسم من هنا من القاهره. فانت ده اللي بيقلقك. وبعدين انت في الاخر جبت 11 نقطه. ما احنا هنقارن المجموعات ببعضها عشان كل واحد يعرف الوضع كان ماشي ازاي. ريني فايلر بعد المباراه كان غاضب وكان مذهول، هو كواحد اوروبي الاجواء دي غريبه جدا عليه. بس كان في كلامه بعد المباراه اهم جمله قالها او اهم كلمه قالها، حتى مسكها له الاستاذ حسن المستكاوي وركز عليها وكتبها في عنوان عمود النهارده، احترام كره القدم. الراجل قال انا زعلان جدا انه هذه الجماهير لم تحترم كره القدم. كره القدم ما يتعملش فيها كده، كره القدم ما تتعاملش بالطريقه دي، كره القدم ما ينفعش فيها يكون ساحات لهذه الفوضى بالمره. بس زي ما قلنا لكم، لا اداره الهلال كانت مسؤوله ولا قصرت، لا الحكومه السودانيه كانت مسؤوله ولا قصرت، لا الشرطه ولا الجيش السوداني كانوا مسؤولين ولا قصروا. كل الاطراف المعنيه ادت دورها في منتهى الايجابيه والروعه. بعض من الجماهير، بعض هذه الجماهير، برضو مش هقول قله لانه العدد كان كتير، بس هي ايه السياق العام ان كله بيمشي مع بعضه. في محاولات استدراج، في محاولات استغلال، في غضب موجود، في صوره غلط موجوده، كلها دي كانت موجوده في الخلطه السيئه ديت اللي ريني فايلر قال انه للاسف دول ما احترموش كره القدم. ده كلام ريني فايلر، وده تأكيد الأستاذ حسن المستكاوي عليه النهاردة في عموده في الشروق. وقلت لكم إنه إدارة الهلال اعتذرت سريعا على صفحتها الرسمية، ودي صورة من الاعتذار اللي نزلوه بعد هذه الأحداث. احنا يعني هو قال نقطة مهمة جدا، نقطة من المؤكد أن الشيطان الأحمق والجاهل الذي لعب بكرة النار ونشر على صفحته في تويتر تلك التهديدات البلهاء الحقيرة للأهلي ولاعبيه يجلس الآن سعيدا بما جرى. قبل ده الكلام ده باعتبار ما قبل المباراة. أيوه. وده اللي يأكد لك تاني كيف تجاوزت الدبلوماسية هنا وهناك وفي مجلس إدارة الأهلي هذه الأهداف الجاهلة الحقيرة البلهاء اللي وصفها، عشان هذا الشيطان ما جلسش سعيدا. الحمد لله. شفتوا الفيديوهات اللي راجت قبل المباراه لناس تقريبا يمكن واضح ان البرشام واكل دماغهم خالص. وبعدين حتى الطريقه اللي بيتكلموا بيها واضح جدا انه تحت تاثير مخدر. حتى يعني انا بتكلم على استغلال هذا او الدفع اليه. وهو كاتب الاستاذ حسن مستكاوي، دي نقطه ثانيه مهمه.
فنيا بقى كان الاهلي الافضل واكثر ثباتا في مواجهه حماس ولاعيبه جماهير الاهلي، دي اللي تهمنا. ايوه. اذا الفريق خرج باستعداد نفسي وبدني والجهاز الفني استطاع ان يدير المباراه، دي اللي تهمنا. ايوه. الاجانب غالبا لا يجاملون، دي النقطه الاخيره اللي انه الراجل رايه هيبقى صريح. واضاف سعيد بالتاهل، متاسف لما حدث خلال المباراه، المباراه يجب ان تلعب نظيفه، وراح ده راي فايلر. وبيقول اعجبني تعبير عدم احترام كره القدم وتاهل الاهلي في النهايه ليكمل المشوار. دي اهم النقاط اللي جت في مقاله الاستاذ حسن المستكاوي، واللي كلها الحقيقه بتنصف النادي الاهلي في الاخر. ايوه. لانه انت مسافر في ظل هذه الاجواء الحمقاء البلهاء الحقيره. ايوه. اللي كان البعض يريد لها ان تكرر سيناريوهات سابقه غير محترمه. فالجانب السوداني فوتها عليهم، الجانب المصري بكل بقى مؤسساته هنا وهناك. ايوه. النادي الاهلي بسلوكه المحترم ورئيسه برئاسه البعثه وجهازه الفني باعداد فريقه بشكل مركز في الملعب، لم ينساق احد للعنف. ما انت كان ممكن جدا تستدرج للعنف انك تبقى عصبي او متوتر. أيوة. هو فايلر تفادى اخطاء حدثت في مباريات اخرى كنا عصبيين فيها. فاداره المباراه قبل المباراه واثناء المباراه كانت على درجه جيده جدا، واللعيبه كانوا كلهم وبلا استثناء. صحيح. وهنا اعتب على الناس اللي عماله بتقيم ايه انت هو. لا لا، اللعيبه رجاله. الله، تيجي تقول فلان عمل وفلان سوى. يا اخوان انت ما تحط نفسك مكان اي لعيب من دول. وبعدين اثروا في مجهود، ما حدش اثر في مجهود، لكن كره القدم كده تخطئ احيانا مهما كانت عبقريتك، تضيع فرص احيانا مهما كانت عبقريتك. ده وهيبقى لنا مره فقره على اغرب الفرص الضائعه عشان الناس تشوف الفرص بتضيع ازاي. وربما الحرص على التهديف هو اللي اضاع فرصه كهرباء. عايز يضمنها اكتر، خاف يلعبها على طول، فاستنى لحظه لقى الراجل وقف في طريقه. مليون اعتبار بتبقى في ذهن اللاعب وهو رايح على المرمى. الامور لا تدار هكذا والحساب ما يبقاش بالشكل ده. تعالوا نفرح بفرقتنا. انا حتى انت ما نكشنيش في الحته دي. عايز تفرح؟ عايزين نفرح بفرقتنا يا استاذ ابراهيم. طيب عندنا فرقه حلوه. صحيح. عندنا مدرب كويس، عندنا مناخ راقي جدا في كره القدم، عندنا نتائج مبهره طبيعيه مبهره. صحيح. في كل هنا اللعب كمان. وفي اللعب. افريقيا عندنا تحديات هي الاصعب، ربما ما فتناش بهذا التحدي قبل كده. القادم محتاج ان احنا نثق في فريقنا وندعمه، مش نقعد نقطم ونتكلم دقيقة بدقيقة على كل تصرف، سواء للمجلس سواء للفرقة سواء للإدارة. خلينا متماسكين، كلنا بنحب فرقتنا فعلا، يعني حدش يستدرجنا لحاجة غلط. طيب الصخرة بقى وائل جمعة، واحد من نجوم الفترة الذهبية للأهلي اللي حققت هذه البطولة بأرقام قياسية، في استوديو التحليل كيف يرى ما حدث؟ دعوني فقط أبارك إلى الصخرة لأني لم أبارك إلى وائل الصخرة، وفي هذا الاستوديو توحشت ابتسامتك كابتن. أعطيني الابتسامة اللي تعودت عليها منك. يعني كنت أتمنى أن الابتسامة تبقى يعني أعرض من كده مهند بالفوز، إنما الحمد لله على التعادل والحمد لله على سلامة اللاعبين. فنيا الأهلي أضاع فوز كنا محتاجينه جدا 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 لأخطاء بسيطة جدا مهند، إنما أنا ألوم برضو على اللاعبين. فرصة كهربا كانت تقتل المباراة وتنهي المباراة تماما. التوقف اللي حصل للمباراة أثر على النادي الأهلي بعض الشيء، مش عايز أقول خوف اللعيبة، إنما اللاعبين تعاملوا لغاية المباراة ما توقفت بشكل جيد جدا مع كل أحداثها مهند. بعد كده حصل بعض التوتر عند اللاعبين، ممكن أقول خوف، إنما اللعبة اللي جات الهدف خطأ وحيد لدفاع الأهلي، مش ممكن كرة بالسهولة اللي كانت موجودة دي وهدف يدخل في النادي الأهلي في التوقيت ده. صعب جدا مهند الهدف ده، النادي الاهلي ممكن يدفع ثمنه في الادوار الدور اللي بعد كده في حاله اصطدامه فرقه من الفرق الاوائل في المجموعه، كان ممكن يبقى غنى عن كده. فرق التصنيف الثاني برده مش سهله، انما النادي الاهلي يعني انا كنت اتمنى الانتصار للناحيه النفسيه، الناحيه النفسيه
وفكر الفوز خارج الارض، الفوز على الهلال المنافس اللي دايما صعب على النادي الاهلي، دايما مباراته بتبقى فيها شحن كبير وفيها حماس واندفاع زي ما شفنا النهارده. انما بامانه الاهلي كان يستحق الفوز في المباراه النهارده. الهلال الشوط الثاني كان افضل بكثير، الهلال ما قدمش حاجه تماما في المباراه يا مهند. الهلال بيلعب بالحماس وبيلعب بالقلب وبيلعب عشان الجمهور، وزي ما كابتن حمدان ذكر الشحن الكبير اثر على اداء اللعيبه بشكل ما شفناش حاجه تماما من فريق الهلال النهارده. النادي الاهلي انا يعني اشوف الزعل كله على النقطه دي، ان الناحيه النفسيه كانت مهمه جدا للادوار اللي بعد كده، واللاعبين محتاجين الفوز ده، مهم كان مهم جدا للاعبين لبقيه المشوار بعد كده. مثل هذه الاخطاء البسيطه، يعني انت كنت بتقول لي يعني يخافوا يضغطوا والحكم يحسب ضربه جزاء. كان في تخوف، فالكره نطت مره ويعني كان ممكن حد يعني يشيلها ويشيلها. لكن اللي حصل ورب ضرة النفع ما احناش عارفين، خاصة الكابتن وائل في الاخر قال لك والتواني مش سهلين، يعني الاوائل مش سهلين والتواني مش سهلين، كلهم ابطال. بس هي النقطة اللي قالها وائل، اللعيبة تحديدا كانت محتاجة النتيجة ديت، كانت محتاجة المكسب، كانت محتاجة ظروف الجيم ده تحديدا، لانه كل واحد كان بيتفرج على فرقه الاهلي من اول بدايه بطوله افريقيا مع ريني فايلر كان بينتظر شخصيه الاهلي. شخصيه الاهلي في البطوله الافريقيه ظهرت منها سمات كتيره في المباراه ديت، الاصرار، التركيز، الروح العاليه جدا، القتال اللي في الملعب، السعي دايما. صحيح انه كان ممكن نعزز الفوز باكتر من هدف كمان مش كهربا بس، لكنه اعتقد استعاده شخصيه الاهلي في هذه المباراه، خليني افكركم قدام باذن الله هيبقى لها تاثير كبير على مشوار الاهلي في البطوله ايجابا باذن الله. طيب ده راي الصخره وائل جمعه، نشوف راي الكابتن ابو بكر زيتوني. اول حاجه نبارك للاهلي بالمرور للربع النهائي، وكذلك النجم الرياضي الساحلي استفاد من التعادل وترشح في المرتبه الاولى. وهردك للكابتن حمدان ولجماهير الهلال، المباراة اليوم شفناها يعني مباراة الأهلي تمسك بزمام الأمور من الشوط الأول، كانت اللاعبين مركزة على الملعب. صحيح كما قال وائل اللي في توقيف المباراة ظننا أنه النادي الأهلي باش يستفاد، واستفاد النادي الأهلي صحيح في فترة التوقيف، في الفترة الأولى استفاد، لكن أنا أقول لكهرباء اليوم حرم النادي الأهلي فوز تاريخي، ثانيا من التمركز من المركز الاول، وثالثا الاهلي كاد ان يضيع الترشح للربع النهائي خاصه في اخر مباراه. انا اظن ان النادي الاهلي استسهل المنافس، لانه شفنا بكل صراحه الهلال لم يكن معناها لما كان مهزوم الهلال وضاعت تلك الفرص وجاء التوقيف، لكن استسهل. أنا نقول لفريق الأهلي استسهل المنافس في آخر المباراة لما سجل فريق الهلال. الفريق الهلال أنا نعرفه لما يسجل لك جول ولا يبدأ هو فايز في المباراة تبدأ عنده شراسة كبيرة، لكن لابد أن الهلالي عنده نقص في نوعا ما من تحضير دوري المجموعات والذهاب بعيدا في كأس إفريقيا، هذه تجربة لازم يستفيد منها. وكذلك النقطة السوداء كما كنا نحكي فيها، لما يكون عندك مسؤولين يا مهند قبل المباراة يخرجوا بمقالات ضد الحكم، لانه هذه تتمر شفناها في الشوط الاول مرت للاعبين بامور سلبيه، اللاعبين ركزوا مع الحكم في الشوط الاول احنا لاحظناها خاصه الحارس سالم. وثانيا لما مرت في الشوط الثاني مرت الجمهور وهذا الخطير جدا، والحمد لله اللي هي مرت سلامات، وهذه تجربه تستفاد منها النادي الهلال السوداني. يعني ملخص ما قاله، مبروك للأهلي، الأهلي كان مسيطر على زمام الأمور، كان يستطيع أن يضاعف النتيجة من فرصة الكابتن كهربا، وأن التوقف أثر، وأن التوتر ساعد عليه انتقاد الحكم قبل المباراة، إدى نوع من التحفز. ولكن حمدان حمد، الرأي السوداني مهم برضه. ليه اللي حصل للهلال والرأي السوداني الحقيقي في الحكم إيه بقى؟ نشوفه. نشاهد أهداف مباراة الهلال والأهلي، حيث تقدم
الأهلي بهدف محمد مجدي أفشى مطلع الدقيقة 48 بعد كرة حسين الشحات العرضية التي أعلنت أول أهداف الأهلي هناك في السودان في مواجهات الهلال السوداني سيد البلد في السودان. أما هدف التعادل للهلاليين كان عن طريق عبد الرزاق في الوقت المحتسب بديلا عن ضاع. حظ أوفر لكل هلالي للكرة السودانية للكابتن حمدان حمد. الهلال ألحوا إصرارا وأصروا إلحاحا على أن الهلال اقتلع احترام الجميع ليس من باب الشفقة بل من باب الأحقية لفريق اعتبر أنه سيكون الحلقة الأضعف. قلب كل المعطيات وصل تخيل معي إلى 10 نقاط ولم يتأهل دور ربع النهائي، لذلك حظ أوفر للهلال السوداني. أولا مبروك للأشقاء في مصر، مبروك للأهلي المصري التأهل للهلال. نقول هار لك والجمهور هار لك، لكن أنا أحب أن أشيد بأشاوس الهلال خلال هذه البطولة، خاصة أن الهلال لم يلعب بمحترفين إلا من خلال المباراتين الأخيرتين، لعب كل اللعيبة مواطنين. هؤلاء الشباب قدموا ما يمكن أن يقدم. لا نستطيع أن نلوم الهلال في مباراة اليوم، مباراة صراحة تحتاج تركيز كبير جدا وعالي جدا، مباراة حملها كبيرة اليوم على اللاعبين. ما عكر البطولة أنا أعتقد بعض المشاهد اللي احنا شفناها، خاصة المباراة دي مباراة كانت ماشية على وتيرة سليمة جدا، لم نشاهد أي مؤثرات عليها. أنا أتكلم على الشد العصبي الكبير طيب اللي كان مخدونه الجمهور من تجاه الحكم. اليوم الحكم ما أعتقد بأي حال من الأحوال كان مؤثر في المباراة أو كان قراراته مؤثر في المباراة، أدى مباراة بصورة كبيرة جدا، ولكن بالتأكيد الأخطاء بتكون موجودة بأي حال من الأحوال. نقول للهلال هارك ونقول للأهلي مبروك وإن شاء الله الهلال في قادم اللقاءات بإذن الله تعالى. هو راجل عاقل جدا وأنصف كل العناصر، أنصف الحكم، أنصف أشاد بالأهلي. المباراة ما شاهدتش أي نوع من أنواع التجاوز التحكيمي، وإن ما تعرض له الحكم أيضا من انتقادات ربما يكون أثر على هذا الكلام، ولكن هو أشار على حاجة تخص الهلال يا أستاذ إبراهيم إنه هو ما دعمش صفوفه بمحترفين في الفترة اللي فاتت. ويعني الكلام ده يعني حاجة هو يعني أهل مكة أدرى بشعبها، فهو لمس نقاط تخص الهلال قوي. لكن كابتن أحمد شوبير، كابتن أحمد شوبير بقى نشوف المباراة بأجواءها بظروفها. أنا أقول للنادي الأهلي مبروك، صحيح كان قريب جدا من الفوز، ولكن كرة اختلاف ضربة ركنية ولا مش ضربة ركنية. بس جماهير الأهلوية الحقيقة اللي زحفت خلف الأهلي سواء من القاهرة أو من الجالية المصرية المقيمة في السودان شيء رائع وجميل جدا حقيقة. 500 واحد قد 5000 واحد الحقيقة. اللقطة دي يا جماعة في وسط المباراة وتكررت بعد المباراة، يعني دي في وسط المباراة لأن الجمهور ما زال موجود كما هو. قوات الأمن السودانية نزل أكتر من مشجع، وسيطرت قوات الأمن السودانية على الموقف ببراعة، يعني حتى نزلوا معهم الكلاب البلوصية، وده مشهد صعب. أنا برضو النهاردة كلاعب بلعب لما لاقي هذا الكم وهذا العدد من رجال الأمن ثم كلاب بلوصية، هذا أمر يصيب بالتوتر، يصيب بالقلق، لدرجة أنه كهربا انفرد ورقص وحطها بره، لأنه الدنيا مشدودة جدا، مشدودة جدا جدا جدا، وكانت النتيجة 1-0. أنا مش عارف يعني ليه كم الحساسية في اللقاءات ما بيننا كأشقاء، لكن هذا الكم من الاحتجاجات ومن الاعتراضات من لاعبي الهلال على الحكم طوال المباراة أثر بالسلب. بالتأكيد لاعبة الأهلي رجالة النهاردة، رجالة جدا، والله لو خسروا كنت هقول نفس الكلام، والله لو خسروا كنت هقول نفس الكلام. للأمانة الشديدة لابد من حل لهذه الظاهرة، إن الأهلي يعدي ده الطبيعي. المباراة المجموعة اتكهربت شوية، تعادل الأهلي مع بلاتينيوم في زيمبابوي، خسارة الأهلي من النجم هناك ده كهرب الدنيا شوية لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. النادي الأهلي يعني كان لابد أن يتأهل كأول مجموعة، اسمه وتاريخه ونجوميته
وكل ما قدمه عبر التاريخ يؤكد ان النادي الاهلي لابد ان يكون على الاقل على الاقل متاهل من المجموعه. الحكم كان بيدي انذار هنا وبيدي انذار هنا، بيدي فاول هنا وبيدي فاول هنا، اللي بيشوفه بيحسبه. ايه المطلوب منه؟ ايه المطلوب من الحكم؟ ما هو الحكم مش هيجامل. ما تجاملناش في ملعبنا في فاول، ما تجاملناش في ملعبنا في صفاره، واتظلمنا خارج ملعبنا امام النجم الساحلي هناك في طرد بعد 12 دقيقه، ومع ذلك ما اتكلمناش ما عملناش حاجه. لنا جون في بلاتينيوم شبه صحيح 100%، لكنه خلاص. لكن عايز اقول في رجاله النهارده، في رجاله في فرقه النادي الاهلي النهارده، في لعيبه تستحق التحيه والتقدير، لعبوا في اجواء صعبه للغايه ونجحوا في التاهل. الحقيقه كابتن شوبير بيؤكد على اللي انا عايز اقوله، اللعيبه رجاله، اجواء صعبه جدا جدا جدا، خصوصا بعد اقتحام الملعب في الدقيقه 72. الناس دي شافت المشاهد دي قبل كده وخافت من تداعياتها، وكابتن شوبير باحساس اللاعب قال لك لا، اللعيبه اتاثرت، ولو كانوا خسروا كان هيشيد بموقفهم. الحمد لله ان النادي الاهلي حقق الهدف الاستراتيجي بالتاهل، ولكن بعد الفاصل. لا بدون فاصل. الالفا تصنيفه بعد ما بعد هذا التاهل من رحم المعاناه، الالفا تصنيفه قبل الاوائل. الناس اللي كانت بتتكلم على ان الاهلي طلع التاني ما طلعش الاول، لا تعالوا مع بعض نبص على المجموعات عشان هتشوفوا فيها عجب العجاب. الاهلي الالفا قبل كل دول، وده مش كلامنا، ده الواقع، ده المستوى، ده التاريخ، ده الارقام، ده التصنيف. عايز اقول لكم الثمانيه اللي صعدوا، مازيمبي والزمالك في المجموعه الاولى، مازيمبي صعد ب 14 نقطه، الزمالك صعد بتسع نقاط. التسع نقاط اللي صعد بيهم الزمالك ما كفوش ابدا في المجموعه الثانيه، الهلال ب 10 نقاط روح. بصوا الفرق بين المجموعتين في ميزان القوه، العشر نقاط في مجموعة الأهلي روحت الهلال، لكن التسع نقاط في مجموعة الزمالك صعد بيها. طب الثالث في مجموعة الزمالك أول أغسطس أربع نقاط، الثالث في مجموعة الأهلي عشر نقاط. هو ده، بصوا الفروقات علشان إيه محدش يتكلم، وكل واحد وحظه وكل واحد ورزقه وكل واحد ومجموعته، محدش بيتكلم، لكنه علشان لما نقارن بموضوعيه وبامانه شويه، وتشوفوا حجم الصعوبات اللي الاهلي خاضها في مجموعه ناريه بجد. مجموعه الاهلي دخلها وهو اول المجموعه، المباراه الاخيره، الفرص في الملعب الثلاثه ممكن اي اثنين يصعدوا واي واحد يروح. طيب الترجي المجموعه الرابعه، الترجي او خلينا في المجموعه الثالثه، صن داونز الجنوب افريقي بيتاهل ب 14 زيه زي مازيمبي، الاثنين تاهل عن جداره، بس الوداد بيتاهل بتسعه زي الزمالك برضه، يعني زيه زي الزمالك بيتاهلوا بتسعه، بينما الهلال ثالث الاهلي روح ب 10، وبترو اتلتيكو الثالث باربع نقاط زي بريمير داجوستو، زي لا هي نفس الظروف، واتحاد الجزائر ثلاثه زي زيسكو يونايتد. ايه ده؟ ده المجموعه مجموعه الزمالك مع مجموعه صن داونز متطابقه نسخ 14 9 4 3 نفس الارقام، الاول ب 14 والثاني بتسعه، فميزان القوه هنا بين الاثنين ما فيهوش النديه الرهيبه اللي في مجموعه الاهلي. طيب المجموعه الرابعه، تخيلوا ان الاهلي صعد الاول ب 11 نقطه، صعد الثاني ب 11 نقطه، هي نفس ال 11 نقطه اللي طلعت الترجي الاول، عشان بس الناس ما تتكلمش بتهويل، الترجي صعد ب 11 نقطه زيه زي الرجاء، الاثنين تساوي في ال 11، وشبيبه القبائل ثالثهم كان عنده سبعه، يعني ثالثهم اقل بكتير من الهلال اللي روح ب 10، وفيتا كلاب كان عنده اربعه،
تقريبا الفريق الوحيد اللي جمع نقطة واحدة في البطولة كلها كان بلاتينيوم وخد النقطة دي من الأهلي. الفريق الوحيد الأقل حصدا بلاتينيوم. شايفين انتوا؟ طيب الأهلي سجل 7 تجوان أو خلينا الأول الأهلي حقق 3 مكسب. الزمالك حقق 2 مكسب. لكن الناس شايفة إن الزمالك أحسن من الأهلي في أفريقيا. ليه يا عمي؟ أصل الاتنين أكبر من 3. أكسب 3 ماتشات وأنت تكسب 2 تبقى أنت أحسن مني. طيب الزمالك سجل 5 أهداف. الأهلي سجل 7 أهداف. لكن برضو الزمالك في أفريقيا أقوى من الأهلي. الأهلي اللي محلي بس. شفتوا الفروقات؟ الأهلي يجمع 11 نقطة بس في أفريقيا الأهلي قليل. لكن الزمالك في أفريقيا أحسن كتير، ده جاب 9 نقط. الناس دي عندهم 9 أكبر من 11 والاتنين أكبر من 3. لا لشيء إلا لأنه عايز يقول كلمة ملهاش معنى، أصل الأهلي الأفريقي أقل من الأهلي المحلي. بأمارة إيه؟ ما تسمعش، هي شوط في مباراة بلاتينيوم وخلاص، مفيش حاجة تانية. كل الماتشات شفتوا المستوى كان عامل ازاي، والنديه اللي في المجموعه كانت واصله لغايه اخر لحظه. النجم تاخر قدام بلاتينيوم ما سجلش الا في بدايه الشوط الثاني، والاهلي فضل كسبان لغايه الوقت البديل في ام درمان. مجموعه كانت فيها هذا الاشتباك العنيف حتى اللحظات الاخيره منها. لكن زي ما قالت روزا اليوسف، كبيرهم الاهلي افضل من كل متصدري المجموعات. ليه؟ مش شفونية ولا فتوانة، أرقام وحقائق وأوضاع. الأهلي عنده 8 ألقاب في البطولة. خلينا نجيب 8 بقى. الزمالك عنده 5 ألقاب، مازيمبي عنده 5 ألقاب، الترجي عنده 4، الرجاء عنده 3، الوداد عنده 2، النجم الساحل وصن داونز كل واحد عنده 2. إذن آخر فرقتين في قائمة الأبطال هم ضمن الأوائل. النجم الساحلي أول مجموعة الأهلي، وصن داونز أول مجموعته. بس الاتنين كل واحد عنده لقب واحد يتيم، بس الناس شايفاهم إن هم أكبر من الأهلي أبو 8 ألقاب. كل دول لعبوا 8 كأس العالم للأندية ما عدا فريق واحد هو الزمالك. إنما 7 زاروا أرض المونديال. ترتيب عدد البطولات، سيبنا من دوري الأبطال، أفريقيا ككل بقى. الأهلي عنده 20 لقب، ده حساب 8. الأهلي عنده 20 لقب، الزمالك عنده 12 لقب. وشيء يسعد المصريين إنه باستمرار الأهلي تانيه الزمالك. الأهلي نادي القرن العشرين، رقم 2 كان بعديه الزمالك. حاليا عدد البطولات الأفريقية عامة الأهلي 20 الزمالك 12. عدد الألقاب في دوري الأبطال الأهلي 8 الزمالك 5. شيء رائع جدا إن الكرة المصرية قدرت تحجز مكانين ليها في دور الـ8، زي ما المغرب حجزت مكانين للرجاء والوداد، وتونس حجزت مكانين للترجي والنجم الساحلي. الأهلي والزمالك شيء رائع جدا للكرة المصرية، مبروك إنه الاثنين يتساووا مع تونس ومع المغرب، ويحكم العرب قبضتهم على هذا الدور، ويسيبوا 2 تذكرة فقط لغير العرب في افريقيا، مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب افريقي. لكن زي ما بقول لكم الاهلي عنده 20 لقب يا باشمهندس في افريقيا، الزمالك عنده 12، مازيمبي عنده 11. ودايما بحب افكر انه مازيمبي ده الانجلبير، بس ساعات لما كان الانجلبير كان دي زئير. الناس لما تحولت للكونغو الديمقراطية نسيت انه ده مازيمبي، او خلاص اتعرف باسم مازيمبي ونسيت الناس الانجلبير صاحب المباراة التاريخية مع الاسماعيلي في 70. النجم الساحلي عنده 10 بطولات، الرجاء عنده 8، الترجي عنده 7، الوداد عنده 4، صن داونز عنده لقبين فقط. عايزين نناقش حاجة يا استاذ ابراهيم. اتفضل. وهي جاية. ايوه. طب هو الاهلي لو كان اول مجموعته كان اللقاءات المحتملة مع فرقة من يا صن داونز يا
لو طلع الاول؟ لا لو طلع الاول كان هيبقى يا مع الوداد او الوداد الرجاء يا زمالك الزمالك او الرجاء. اه يا الوداد يا الرجاء يا الزمالك. يعني هيقابل يا فرقه من المغرب يا فريق مصر يا هيفضل مع الزمالك. مع الزمالك. آه. دي اللقاءات اللي كان متوقع. لو كان طلع اول طلع. طيب ما حصلش فهيقابل دلوقتي يا الترجي يا مازيمبي يا صن داونز. والثلاث فرق الحقيقه فرق تقيله طبعا، والفرق الثانيه فرق تقيله طبعا. يعني الوداد والرجاء من كلهم ابطال. لا وعايشين عصر كويس. ايوه يعني فانت دلوقتي يا الترجي يا مازيمبي يا صن داونز. تتوقع ايه طيب؟ انا عايز اقول لك حاجه بقى. انا لازم أنا يعني اشوف توقعك او حسك رايح مع مين. لا يعني انا ما اعرفش يعني، انما هو في لقاءات هتبقى حساسه. الحساسيه في ماتش الترجي. مازيمبي عارفين وعارفنا. لكن القرعه يوم الاربعاء الساعه 7 مساء. صن داونز مشكلته مشواره والدبكه اللي بتحصل فيها. ودي هيبقى لها مؤكد ترتيبات خاصه، زائد الذكرى المؤلمه بتاعت ان هو في اخر لقاء يعني فاز. مش اخر لقاء، انت اخر لقاء غلبته. لكن هو اللقاء اللي قبليه فاز بخمسه. انت دلوقتي انا ما بخافش قوي على، انا بخاف انا الاهلي لاعب اي حد من الثمانيه دول واللي قال يوم بلاتينيوم انا كنت خايف. دي كره القدم ما فيهاش امان، مفيش حاجه اسمها ما تخافش. لكن بطمن اكتر على الاهلي في المباراه الصعبه. التركيز بقى، لان اللعيبه والجهاز بياخدها بحسابات في منتهى الدقه وبيعشوها بتركيز منتهى التركيز. واعتقد ان اللي حصل في صن داونز المره اللي فاتت كان في مجموعه من الاخطاء سواء اداريه او اجرائيه او فنيه في الملعب، كلنا يعني كنا حاطين ايدنا عليها، ما اظنش يعني انها هتتكرر تاني. فانا بالنسبه لي رب ضاره نافعه ان العب مع فرق كلها هي اللي بتنافس على المنافسين الاوائل على البطوله. طيب اذا كان ده التاريخ، تاريخ الثمانيه وكلهم ابطال وسبعه منهم شاركوا في كاس العالم للانديه، مش حالك اليوم بقى؟ انت النهارده عامل ايه في بلدك؟ موقفك ايه في الدوري المحلي بتاعك؟ ده مهم، ده المستوى الاني الحالي. الاهلي اول الدوري في مصر، ومازيمبي اول الدوري في الكونغو الديمقراطيه، والوداد اول الدوري في المغرب، والترجي اول الدوري في تونس، وصن داونز ثالث الدوري في جنوب افريقيا. ثالث الدوري عنده مباراه مؤجله في جنوب افريقيا. الرجاء رابع الدوري المغربي، والزمالك خامس الدوري المصري، وزيه زي النجم الساحلي خامس الدوري في تونس. دول او ده الموقف الاني للثمانيه المتاهلين. الاهلي الاول، مازيمبي الاول، الوداد الاول، الترجي الاول، دول الاربعه الاوائل. صن داونز ثالث، رجاء رابع، والزمالك والرجاء والنجم كل واحد في ترتيب الخامس في بلده. انت ما عندكش توقع لمين معين هتلعبه؟ لا ما هم قرعه بين ثلاثه، اي واحد هيطلع لك يعني خلاص. واحد مشكلته في مشواره وانك انت بينك وبينه لقاء رزل. في مغرز في القرعه ديت هفكركم بيه، لانه لما اتعمل المره اللي فاتت، وصعوبه مازيمبي على فكره ان هو صاحبه رجل الاعمال. بس المغرز اللي كان حصل وبنفكركم بيه لانه قابل للتكرار، انه من شروط القرعه انه مفيش فرقتين كانوا في مجموعه واحده يلعبوا بعض. بمعنى ان انت هتيجي تقول هسحب للنجم الساحلي كاول، هختار له من الكاس الثاني احد التواني، مش منه. طب افرض جه الاهلي تتعاد زي ما جت المره اللي فاتت الاهلي والوداد وكانوا في مجموعه واحده، فلما تعادت لما تعادت دخلت بقى ايه في التشكيك والتلكيك والتبكيك والكلام اللي انتوا شفتوه ده كله.
انه الاهلي اتجامل. يا سيدي لا، افهموا افهموا مره انه الشرط انه مفيش فرقتين، يعني لو جيت تسحب مفيش فرقتين من كانوا في مجموعه واحده يتقابلوا في دور الثمانيه، يعني لو سحب لمازيمبي قرعه انه يلعب الزمالك لا مش هينفع، هتتعاد لانه من نفس المجموعه. ده اللي حصل، بس بنفكركم لزوم ما سبق. الاهلي بينتظر الترجي صن داونز مازيمبي، الزمالك هينتظر الترجي صن داونز النجم الساحلي. لكن من المؤكد ان كل الفرق ديت هي المشغوله جدا. فاضل لنا خمس دقايق بقى. الاهلي وبيراميدز. الاهلي وبيراميدز. الاهلي وبيراميدز بطل الدوري وموعد جديد مع التحدي. ماتشات الدوري النهارده كانت كلها غريبه. المقاولين اصلا بيكسب الاسماعيلي. والمقاولين بيخسر من انبي. وكانت المباراه الثالثه سموحه مع سموحه تعادل مع مصر المقاصه، دي اول مره المقاصه يقود فيها ايمانويل امونيكي النيجيري. وسموحه طبعا مسكه من كابتن حماده صدقي. عماد النحاس بعد مشوار رائع جدا في الدوري بيخسر من الانبي بقياده الكابتن حلمي طولان، واسوان مجدي عبد العاطي بيقود الاسوان للمفاجاه انه بيكسب الاسماعيلي. احنا قابلناه في المطار واحنا رايحين الاقصر وشنا حلو عليه. بالظبط. الماتشين ما خسرهمش. سموحه والمقاصه 1-1. يوم الثلاث الجونه هيلعب وادي دجله، وطلاع الجيش هيلعب مع اف سي مصر، ويوم الاربع الزمالك وحرس الحدود، ويوم الخميس المصري وطنطا والاهلي وبيراميدز، هيبقى 7:30. عشان كده ملك وكتابه يوم الخميس ان شاء الله هنبدا معاكم من الساعه 11. الاهلي في بيراميدز عايز تقول ايه؟ عايز اقول انه هو مباراه معنويه في المقام الاول. وفريق كبير. ايوه بيراميدز. يعني يمكن مشواره المحلي لا يعبر عن قوته، لكن مشواره الافريقي يعبر تماما عن مكانه. بالمناسبه هو والمصري في الثمانيه المتاهلين في الكونفدراليه. طبعا. والاثنين الحقيقه المشوار الافريقي شوف العكس بقى. يعني المشوار الافريقي عندهم اقوى من المشوار المحلي. ايوه. لكن فرقتين تقال، مصري او ال بيراميدز. بيراميدز تحديدا فرقه عندها كل المقومات اللي تخليها. بيراميدز كمان اول، فعنده فرصه اسهل شويه في دور الثمانيه. لا سيبك بقى من مشوارهم الافريقي، خلينا في الدوري. معانهم في الدوري. هتلاعبهم في ظل ان هم موفقين عليك بقالهم كم ماتش، وانت بتتعرض لظلم تحكيمي في كل اللقاءات السابقه معاهم. نرجو ان الموضوع ده يكون له حد. اولا من ناحيه التحكيم بيبقى تحكيم عادل وكل واحد ياخد حقه، وبعدين الباقي على اللعيبه وجهازهم الفني اللي اثق ان هم باذن الله هيأدوه بشكل جيد، لان في كل اللقاءات الثلاثه كان الاهلي جديرا بالفوز. صحيح. رمضان صبحي خارج قائمه المباراه، لسه ما اكتملش او ما اكتملتش جاهزيته البدنيه، وايضا عبد الله سعيد خارج قائمه بيراميدز للانذار. الاهلي بيدخل المباراه وهو بيغرد بعيدا في الصداره ب 36 نقطه، لعب 12 مباراه، سجل 35 هدف واهتزت شباكه مرتين فقط. بيراميدز الثالث عنده 26 نقطه، لعب 15 مباراه، يعني 36 نقطه او 26 نقطه، ولعب زياده عن الاهلي 3 مباريات، لكن الاهلي بيفوقه ب 10 نقاط. سجل 24 هدف واستقبل 17 هدف. دي كانت يمكن اهم لقاءات او بدايه لقاءات الاهلي المهمه في فبراير. فبراير شهر السوبر بالنسبه للاهلي. لعبنا مع الهلال خلاص في الاول من فبراير. بيراميدز يوم الخميس 6 فبراير. 10 فبراير يوم الاثنين الاهلي مع طلائع الجيش. لينا 6 لقاءات في شهر فبراير غير ماتش الهلال خلصناه. بالظبط. بصوا يعني الخميس والاثنين اللي جايين ملك وكتابه الساعه 11 مساء، من 11 لواحدة، علشان يوم الخميس هيبقى الاهلي وبيراميدز، يوم الاثنين اللي بعده 10 فبراير هيبقى الاهلي مع طلائع الجيش. ويوم الجمعة الأهلي مع المصري 14 فبراير، ويسافر بعديها إن شاء الله إلى أبو ظبي عشان يلعب ماتش السوبر مع الزمالك في أبو ظبي يوم 20 فبراير. يعني الأهلي قبل السوبر
هيلعب ثلاث ماتشات، هيلعب مع المصري ثم مع طلائع الجيش ثم مع او هيلعب مع بيراميدز ثم الجيش ثم المصري، ويلعب كمان يعني مع الزمالك في ابو ظبي يوم 20، وتاني يوم يلم الشنطه ويجي عشان يدخل معسكر القمه لانه هيلعب الزمالك يوم 24. 24 ده المشكله مش هنا. ففي خلال اربع ايام 20 و 24 مباراتين للقمه، مباراه في القاهره يوم 24 في الدوري، دي مؤجله من الاسبوع الرابع للدوري، ويوم 20 هتبقى في ابو ظبي السوبر. الاهلي كمان هيلعب في ذهاب ربع النهائي لدوري الابطال حسب القرعه احد يومي 28 و 29. هنا المشكله لو الماتش ده 28 24 و 28، بس انت الماتش الاولاني هنا لان العوده بالنسبه لك انت والزمالك بره. التواني الاوائل بس هم اللي تكمل معانا بقى لو ربنا وفق للاخر. لا ديت ما هي القرعه هتبان مين هيلعب مين. ما انا فاهم لا يعني المتجوزه هيفضل يلعب الماتش الثاني بره. ما هتروح لصالح الاول الثاني من الناحيه الثانيه. ما انت هتلعب الاول والكسبان من الف هيلعب الكسبان من ب. طيب انت كسبان وهم كسبانين. ده اللي هيعلن في القرعه حسب قرعه الجدول. هيتحط الملعب في القرعه بالظبط يوم الاربعاء ان شاء الله. مشكله. شفتوا كيف تصرف الاهلي، شفتوا اداره الازمه بين المسؤوليه والحماسه، شفتوا هذا التقدير والتثمين الدبلوماسي الكبير من السفير السوداني في القاهره والسفير المصري في الخرطوم لما قام به الاهلي برئيسه ولاعبيه وهو ومسؤوليه. ما هو ما جعله زين النوادي، وده اللي خلاه زين النوادي. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.